هو كده بدأ التسجيل. علي موجود معايا؟ علي اه دكتور، مع حضرتك. ماشي معاك رقم التليفون بتاعي؟ موجود. طيب برضو ستاند باي يعني لو ايه حصل حاجة، خلاص تمام. ويريت اللي موجودين بقى كلهم ايه يعني تركزوا في المحاضرة دي، لأنها من الحاجات اللي يعني بتتنسي بسرعة، فعايزينكم كده تبقوا مركزين بحيث إن شاء الله تقدروا إيه تذاكروها على طول. بدأت الصورة تبان يا جماعة. تمام، ظهر يا دكتور. باينة كده صح؟ الصورة كاملة؟ تمام. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم. دي يا جماعة إن شاء الله المحاضرة رقم 7 في الكورس كله، وهي رابع محاضرة في الأوبن تشانل، ودي آخر محاضرة ليا معاكم، وبعد كده إن شاء الله في 3 محاضرات أوبن تشانل كمان مع الدكتور محمد إمام، وربنا يسهل يعني لما نشوف بقى بقية الكورس هيمشي إزاي بعدها. دلوقتي أنا كل اللي محتاجه، خلي بالك بقى المحاضرة دي لذيذة جدا في ايه؟ ان مفيش قانون فيها جديد، مش هناخد اي قانون ولا نظري ولا اي حاجة، الكلام كله فهم، فانت على قد ما بتفهم معايا مش هتضطر ان انت تحفظ حاجة وتقدر تسيف بقى ايه دماغك كده لحاجات تانية اهم. فانا دلوقتي لما نيجي نشوف المعادلات اللي انا محتاجها من المرات اللي عدت، القطاع ده الكلام ده للقطاع اللي هو الريكتانجلر او الوايد سيكشن، واحنا عرفنا الوايد سيكشن قبل كده اللي هو العرض بيبقى اكبر من 10 مرات الواي. الكيو سمول اللي هي اليونتس بتاعتها زي ما انتم شايفين متر مكعب لكل ثانية لكل متر عرضي، اللي هو يعني بيحسب ادي القطاع كده مثلا، وادي بيحسب للمتر الواحد المية اللي ماشية قد ايه، المتر الواحد العرضي المية اللي ماشية هنا دي قد ايه. فالكيو بتساوي بتاخد الكيو كابيتال تقسمها على العرض اللي هو البيد ويتس، او بتساوي الفي في الواي. سهلة، انت لو فكيت دي سرعة في اريا وقسمتها على البي تطلع في في الواي. المعادلة التانية اللي هي معادلة السبيسيفيك انرجي، دي اس اي بس احنا اختصار بنسميها اي وخلاص. انرجي بقى بتساوي الدبس زائد كيو سكوير على 2 جي واي سكوير. لاحظ ان الكيو على الواي من هنا باين اهي، كيو على الواي اللي هي الفي، يعني الكلام ده يبقى في سكوير على 2 جي. سهله، لان كيو على الواي اهي تتشال بتبقى في سكوير على 2 جي، اللي هو رجعت الايه للاصل بتاع الفلوستي هيد يعني. تالت قانون هنحتاجه النهارده اي مينيمم 1.5 واي كريتيكال، بعيد تاني الكلام ده في حاله الريكتانجلر بس او الواي. ايه الاي مينيمم ده؟ ادي الكيرف بتاعنا اهو، ده اللي هو الكيرف السبيسيفيك انرجي اللي هو العلاقه ما بين الانرجي دي كده، وادي الواي على الرأسي.
فالنقطة دي زي ما احنا شايفين النقطة دي اللي بشاور عليها عندها تحت كده اقل انرجي، دي ايه مينيموم عند النقطة دي كده، ايه مينيموم، ومقابل ليها هنا واي كريتيكال، دي واي كريتيكال. ولو تفتكروا الخط ده كان ميله كام؟ 45 درجة. الخط ده كان الميل الزاوية دي 45 درجة. يعني معنى كده احنا بنراجع الحتة دي تبقى واي كريتيكال، والحتة اللي باقية دي من هنا لغاية هنا هي في كريتيكال سكوير على 2 جي. ليه؟ عشان الانرجي كلها عبارة عن حاجتين، واي وفي سكوير على 2 جي. تمام. وبعدين كل المنطقة اللي فوق دي اللي فيكوا فاكر سميناها ايه بقى؟ سميناها ايه؟ سب كريتيكال فلو. والمنطقة اللي تحت دي، المنطقة اللي تحت هنا تحت الواي كريتيكال سميناها سوبر كريتيكال فلو. وكمان افكركم بحاجة مهمة هنحتاجها النهاردة وهنحتاجها مع الدكتور محمد امام في الاسابيع الجاية. ازاي تعرف ان الفلو سب كريتيكال فلو؟ ازاي تعرف ان الفلو سب كريتيكال فلو؟ اللي فيكم ذاكر بقى وراجع المحاضرة اللي عدت، كان اربع حاجات اهمهم ان يكون الواي اكبر من الواي كريتيكال. اي واي هنا فوق، فوق ايه؟ فوق الواي كريتيكال، ها اكبر من الواي كريتيكال. تكون السرعات الفي هنا اهي بتقل عن الفي كريتيكال اللي هي المسافه دي، ادي تاني شرط. تالت شرط ان فلويد نمبر اقل من الواحد. رابع شرط اللي هو الاسلوب بيكون هادي، يعني الاسلوب اقل من الاسلوب الكريتيكال. انا بهتم بمين؟ بهتم في المسائل بتاعتي لا اما بواي واي كريتيكال اقارن بينهم او فلويد نمبر. غالبا محدش بيلجأ للاسلوب ولا ايه للسرعه. تمام. يبقى ده تعريف السب كريتيكال فلو وتعريف الايه السوبر. طبعا عند الواي كريتيكال يعني خلاص بقى عندنا خبره، واي كريتيكال عندها ايه مينيمم، عندها فلويد نمبر بيساوي واحد، فلويد نمبر بيساوي. اخيرا الواي كريتيكال القانون بتاعها الجذر التكعيبي الكيو سكوير على جي. بس يا شباب اللي عايز اي حاجه فينا، احنا هنقعد بعون الله يعني فوق الساعه ونص في الاربع حاجات دول، ما فيش اي حاجه بره ده، حتى مانج نفسها يمكن ما نستخدمهاش. تمام. فبالتالي اي رمز من دول غريب او في اي حاجه خد وقتك واسال، لان هو كل الدرس على الجزء ده. اللي عنده اي سؤال انا معاك. طيب احنا دلوقتي هنعمل ايه يا شباب؟ التركيز بتاعنا في الدرس ده طالما ما فيش بقى قوانين جديده ولا حاجه، يعني اكيد بقى في فهم زي ما قلنا. فبالتالي انا عايز اركز معاكم على القطاع اللي هو الريكتانجلر او الوايد، عشان بس سهوله التعامل ومنغلس ايه في الشغل. ولان طبعا تعرفين لو قطاع ترابيزويدال بتبقى المعادلات ايه اصعب شويه، ولكن ما يمنعش ان الكلام اللي هنقوله النهارده ممكن يطلب على قطاع ترابيزويدال زي اللي على اليمين كده. وده فعلا في مساله يمكن او اتنين في الشيت على الكلام ده، يعني مش لازم يبقى هيجي لك محاضره النهارده كلها ريكتانجل، لا ده بس عشان بنشرح وعايز اوصل لك المضمون. لكن اللي على اليمين انا حاطط لك اهي القوانين، والسلايد دي اصلا كلها مش هنعيدها لان دي كانت موجوده في الاسبوع اللي عدى. فبالتالي تقدر ان انت ايه تراجعها، وكان عليها مسائل كمان في الشيت اللي انتوا المفروض بتسلموه اليومين دول. لكن اللي اكيد ان القطاع المستطيل المعامله معاه الطف واسهل واوفر في الوقت، يعني بالنسبه للقطاعات التانية. طيب ايه بقى الموضوع بتاعنا كده شباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللي هو الايه، بنتكلم على ابلكيشن اوف سبيسيفيك انرجي. يعني احنا خدنا اسبوع في المحاضره واسبوع اللي هو السكشن وبتسلموا الشيت بتاعه على اللي هو الجراف ده والمعادله اللي انت شايفها دي، الانرجي بتساوي الواي. خلاص دي هتزهق منها يعني النهارده، اللي لسه ما ذاكرهاش دي خلاص ما فيش غيرها النهارده، هنقعد دي واي كريتيكال والكلام ده. فبالتالي ان شاء الله تبقى ايه يعني العمليه واضحه تماما في ذهنك يعني. طيب تعالوا نشوف بقى ايه اللي بنعمله يا جماعه. انا دلوقتي المشكله بتاعتي في ايه؟ بيقول لك فلو اوفر ريزد شانل فلور. ريزد شانل فلور يعني الارض زي ما انت شايف ده قطاع راسي اليفيشن، فالبيد ليفل هنا حصل له ارتفاع دلتا زد. ليه حصل له ارتفاع؟
ده بيبقى الأسباب في الجزء بتاع تصميم أعمال الري بعد كده، يعني بيضطر إن هو يرفع البيد أو ينزل بالبيد أو يضيق المجرى أو يوسع المجرى، فدي كلها حاجات بناخدها بعد كده في تصميم أعمال الري. لكن إحنا بنيجي نشوف دلوقتي، طب الكلام ده بيأثر علينا إحنا كهيدروليكا إزاي؟ الدبس بتاع المية هيحصل له إيه لما أنا أعمل حاجة زي كده؟ لما أنا ضيق، لما أنا أوسع يحصل إيه؟ ده اللي إحنا عايزين ندرسه. لكن ليه؟ ده هتاخدها بالتفصيل التفصيل يعني، واخد بالك بعد كده في الكورسات اللي جاية. فأنا دلوقتي ريزد تشانل فلور زي ما أنت شايف ليها اسم كده، بدل ما يقول لك إن حصل ارتفاع في، لا بيسموه إيه؟ هامب، اتش يو ام بي، تمام؟ وأجي بدرس الأول اسمها السب كريتيكال فلو. الحالة دي يعني ايه بدرس؟ ان انت في المساله، لا مش بتفترض بقى، لا ده انت بايه بتشيك عليه، تشوف بقى زي ما قلنا يا جماعه الواي علاقتها بالواي كريتيكال، لو اكبر يبقى سب كريتيكال، فريود نمبر اقل من الواحد ماشي تمام، بلاش قلنا السرعه والسلوب دي ما حدش بيعملها. وبرده معلومه كنت قلتها لكم، ان حاله واحده من الاربعه تغني عن الثلاثه الباقيين، يعني لو انت اثبتت ان فريود نمبر اقل من الواحد خلاص سلام عليكم، يبقى ده سب كريتيكال فلو اكيد. طيب تعالوا نشوف بقى كده على الرسمة يا شباب، دلتا زد لما تكون أصغر من الماكسيموم، هي إيه الماكسيموم دي؟ لا سيبك منها شوية، تعالى بس نقول دلوقتي دلتا زد ده وخلاص. حلو، أنا معايا واي واحد ومعايا التوتال إنرجي، التوتال إنرجي ماشي عادل أهو ما بيقلش، خلي بالك معايا وافتكر كلامي، مش هيقل معاك في الكورسات دي خالص بتاعت الأوبن تشانل غير في حالة الهيدروليك جامب. الهيدروليك جامب دي ما تستناش حد يقول لك هيقل ولا ما يقلش، على طول الهيدروليك جامب دي اللي أول محاضرة هيديها لكم الدكتور محمد إمام. الهيدروليك جامب تعني فقد في الطاقة، بنسميها انرجي ديسيبيتور، فقد في الطاقة تمام. الحاجة التانية اللي هو لما يجي يقول لك إن في حصل فقد في الطاقة، يعني افرض إن اتشانل عادية خالص بس بيجي يقول لك في حصل خلاص، يبقى أنا أعتبر إن في فقد في الطاقة، باستثناء كده لا مفيش أي فقد في الطاقة، يبقى التوتال يبقى الإنرجي هنا ماشي إيه أفقي بالشكل ده. طيب أنا دلوقتي عندي المسافة دي يا جماعة اللي هي الفيلوستي هيد، تمام، دي الواي أهي من هنا لهنا، دي الواي وبعدين الحتة دي في سكوير على 2 جي، يعني كأن المسافة دي كلها، ها الناس الحلوه بقى كده يجاوبوا معايا، الحته دي كلها كده ها اسمها ايه؟ اي واحد، سبيسيفيك انرجي عند واحد. طب والناحيه الثانيه المسافه دي كده كلها اسمها انرجي 2. خلي بالك انا بنزل لغايه القاع بس، لان انا بتكلم، انا طول ما انا قاعد اقول انرجي بيبقى قصدي بيها سبيسيفيك انرجي، اللي هي زي ما قلنا تعرفها قبل كده بالبلدي كده، اللي هي بتبقى منسوبه للقاع بتاعها، مش اي قاع بقى المنسوب انرجي 2 يبقى القاع بتاعها انرجي 1 بالنسبه للقاع بتاعها. طيب ما هو على الرسمه كده يا جماعه نقدر نقول ايه؟ حاجه بسيطه جدا، مش بقول لك انت افهم وما تحفظش حاجه، نقدر نقول ان علاقه اي 1 باي 2 ايه؟ اكبر ولا اصغر ولا يساوي؟ اكبر، بص اي 1 وبص اي 2، ده مش كده وبس، ده انا ممكن اقول ان هي بتساوي بقى كمان ايه؟ اي 2 اهي زائد دلتا مين؟ دلتا زد. عمليه في منتهى البساطه، وزي ما قلت لك معنى كده ان اي واحد اكبر من اي 2. طب ما هو دي حلوه قوي، طب ما تيجي نشوفها على الرسمه كده، ادي اي واحد اهي تمام، وادي اي 2 اهي، لان قلنا اي واحد اكبر من اي 2، اي واحد ورحت واخد النقطه دي اهي تمام، رحت جايب واي واحد اهي، او خلي بالك كان ممكن اخد النقطه دي، ليه ما خدتش النقطه دي؟ انا هستنى رد منكم بقى، هستنى رد منكم، ليه ما خدتش مع قطعه الانرجي واحد اهي، قطعه الكيرف الازرق، لانه سب كريتيكال، النقطه دي سوبر كريتيكال. ايوه برافو عليك، تحت وبرده الباشمهندسه مظبوط تمام، لان اللي فوق ده سب كريتيكال فلو، وانا فارض ان الحاله بتاعتي سب كريتيكال فلو، فبالتالي يبقى اللي فوق ده انا هشتغل على اللي فوق. طب هو دايما يا دكتور كده؟ لا مش دايما، انت على حسب، ده انا حتى حاطط هنا كام سلايد ان هي هتبقى سوبر، هنعمل فيها ايه ولا اي حاجه، هتشتغل عادي على الجراف. يمكن الناس اللي شاطره اللي فيكوا هيجي يقول احنا شفنا الشيت اللي عدى، واحنا معقول بقى نقعد في المسائل دي نرسم الجراف؟ لا مش هنرسم الجراف، ولكن هنتعلم دلوقتي مع بعض من خلال، خلي بالك السلايد الاولانيه خالص اللي فيها ثلاث اربع قوانين بس، احنا مش هنستخدم اكتر منهم، يعني الذ درس في الموضوع كله، ولا هتحفظ حاجه
ولا تقعد توجع دماغك، لا افهم بس معايا، هتلاقي العملية جميلة جدا. تاني بقى، يبقى دي ايه واحد اهي، هتطلع كده فوق جايب واي واحد. تاني، طب وبعدين ايه اتنين اجيبها ازاي؟ اقوم راجع من ايه واحد دلتا زد. طب ليه ارجع؟ ما هو ما هي المعادلة اهي، ايه واحد بتساوي ايه؟ ايه اتنين زائد دلتا زد. يعني الفرق ما بين ايه واحد وايه اتنين هو دلتا زد، بسيط. وانا دلتا زد بديها لك، امال انت هتعرف ازاي ان هو حصل الارتفاع ولا انخفاض وارتفاع بقد ايه؟ فاديها لك. فبالتالي يبقى انت تقدر تحسب ايه اتنين. ايه اتنين اقوم طالع برضو فوق سب كريتيكال فلو، تمام، هتقوم ايه جايب واي اتنين. ممكن طالب يخطر في باله يقول لي طيب انا انت ايه واحد قلت لنا ان هي سب كريتيكال فلو، ايه اتنين ليه ما تقلبش سوبر كريتيكال فلو؟ بص، حتة ان هي تقلب من صب لسوبر او سوبر لصب، حالات معينة جدا جدا في الاوبن تشانل عندنا، ممكن يكونوا حالتين تلاتة ومش هيبقوا معايا خالص. ده بيبقى مع الدكتور امام، هيعرفك بالظبط من يعني ايه هي الحالات دي. منهم حالة دي لازم انا اقولها لك من دلوقتي كده، لان حتى عندنا ليها تجربة معمل اللي هي الهيدروليك جامب، عندها تجربة. بص، ادوك جامب دي يعني اي واحد فيكم كده معلوماته تكون ضعيفة جدا لازم يبقى عارف ان الدبس ده سوبر كريتيكال والدبس ده سب كريتيكال، ده تعريف ليها. ادوك جامب بتنقل الفلو من سوبر لصب، تمام. بس بعد كده في حالة حالتين كمان هو هيقول لكم عليهم، لكن انا ما عنديش الحالات دي في الجزء بتاع الايه الابلكيشن اللي انا هتكلم عليه النهارده. يبقى ارجع تاني بقى، يبقى انا دلوقتي طالما صاب هيكمل صاب، لو هو سوبر هيكمل سوبر، خلاص اتفقنا. يبقى انا من هنا اقدر اجيب ايه واي اتنين. طيب واحد فيكم بقى يقول لي ايه، طب انت كل شويه قاعد تقول لي ايه احنا مش هنرسم الجراف، وكل شويه قاعد تقول لي ايه اطلع الجراف وخش يمين وخش شمال. طب لا، ده للشرح بس، لكن احنا عندنا مين؟ عندنا مفيش غير المعادله. بمعنى لا، بمعنى انا عدي لك الواي واحد بالارقام بقى، عدي لك الواي واحد، حضرتك هتقوم عامل ايه؟ داخل في المعادله دي انت محتاج ايه عشان تحسب الاي واحد؟ الكيو. طب ما الكيو ده انا لسه كاتبها من شويه، قلت لك هما ثلاث قوانين، كيو بتساوي ايه؟ كيو كابيتال على العرض بتاع المجرى او بي، بس كده، كده جبت كيو سمول. اقوم معوض هنا في المعادله دي، مطلع مين؟ اي واحد. خلي بالك حطيت واي واحد وهنا واي واحد وهنا الكيو، طلعت الاي واحد، يبقى الاي واحد عندنا. مين يكمل اعمل ايه بقى؟ ارجع دلتا زد. يعني ايه ارجع؟ يعني اطرح ان اتنين اصغر، يبقى اتنين بتساوي واحد ناقص دلتا زد. حلو؟ ها اطلع؟ لا ما اطلعش بقى، ما انا مش هستخدم جراف. مين يقول لي اعمل ايه بقى؟ انا مستنيكوا وانا ما عنديش غير المعادلات اللي انا كاتبها دي، عندي اتنين وعايز اجيب واي اتنين بدون استخدام الكيرف. ها مين جدع اعوض في المعادله اللي هي اي بيساوي واي سكيو سكوير؟ برافو عليك. ادي يبقى هنا اتنين، يبقى معايا هنا واي اتنين وهنا ايه واي اتنين. عندك الكيو قلنا معروفة، وعندك ايه اتنين المرة دي معروفة، يبقى كده هتقوم حليل على السولفر تبقى تطلع واي اتنين. لو طلع لك في بعض السولفر هيطلع لك اجابتين، تاخد الكبيرة اللي فيهم، لان هي المفروض هتدي لك النقطة دي والنقطة دي النقطة دي، فانت هتاخد الكبيرة اللي فيهم. لو انت في نوع من السولفر كده اللي هو ترميله انت رقم عشان يبتدي يحسب، يبقى انت تديله في الاول رقم كبير مثلا 5 6 7 متر. لو انت كنت سوبر كنت تديله رقم صغير زي الزيرو او 0.5 يقرب لك من الاجابه بتاعت السوبر. طيب يبقى نرجع تاني يا جماعه، انا ما عنديش غير المعادله دي يا شباب. بص يعني في النهايه تبقى حافظ المعادلات اللي انا كتبتها لك في السلايد الاولى. ادي الكيو بتساوي كيو على البي، ادي اول معادله. وبالمره بقى طالما بنذاكر مع بعض اهو، يبقى في الواي كمان. وتاني معادلة المشهورة جدا معادلة الانرجي اللي هي محفوظة عندنا كلنا، بس كده. طيب ادي الرسمة بتاعت اهي، مفيش جديد، ده بس بنكبر الرسمة. ادي واي واحد واي اتنين. طب يعني ايه اللي حصل بقى؟ هاي واي اتنين قلت ولا زادت؟ طب ما تيجي نشوفها، ما تحفظ، اوعى تحفظ، لان هيجي لك في الام سي كيو كذا حاله، فانت عشان تقعد تحفظ كل واحده فيهم يعني هتاخد حيز في دماغك كبير جدا. ايه اللي حصل؟ بص على الرسمه كده، الحاله بتاعتي ان واي 2 اقل من الواي 1، يعني عمق الميه ايه؟ اقل من الواي 1، حصل له ان هو ايه؟ قل. يبقى بالتالي لما اجي ارسم اراعي كده ان واي 2
تبقى أقل من مين؟ من الدبس اللي هو واي واحد. اللي خلي بالك الرايز اللي حصل ده، الرايز اللي حصل ده أهو، دي اللي سميناها قبل كده إيه؟ أو في الدرس يعني عندنا سميناها هامب. طيب كفاصل كده قبل ما نكمل، هو ليه يا شباب سموا ده رايز؟ ليه ما سموش دروب؟ ما يمكن كده لو أنت جاي كده يبقى دروب. ليه سميناه رايز؟ احنا بنفرض ان الاتجاه من الشمال لليمين. برافو عليك، برافو عليك، الله ينور عليك، صح، لان احنا دايما بنفترض ان المايه ماشيه من الشمال لليمين، فبالتالي يبقى المايه كده هتقابل ايه؟ ارتفاع، يبقى حتى لو هي مرسومه كده بس وما قالش حاجه بيبقى ايه؟ المفروض ان هو يبقى ارتفاع، او اختصارا بنسميه ايه؟ الهب. تمام؟ وادي بس العكس يبقى دكتور هيدروليك جام؟ لا 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 لا، العكس عندنا برضو النهارده في المحاضرات ان شاء الله هنشوفها، وجميل جدا هتشوفه وتقدر تفكر فيها معايا بنفس الفكره، يعني مش عايز اسبق الاحداث بس بنفس الموضوع كده، وهنشوف الموضوع هتلاقيه جميل وتفكر معايا. لا انا النهارده ما عنديش هيدروليك جامب، انا بس يا دوب يعني اديت فكره عنها ان هي تقلب لك الفلو من سوبر لصب، لكن فين بتحصل؟ لا ده شغل بقى الدكتور محمد امام هيعرفك بالظبط بقى الاماكن اللي بتحصل فيها الهيدروليك جامب، وجميله جدا وهتشوفوها كمان في المعمل، بتبقى يعني حاجه كويسه قوي او شكلها حلو. وممكن على فكره تكتب على في النت، يعني تكتبوا سيرش عليها وتلاقي ليها تجارب وشكلها جميل، ويعني طبعا بره يمكن يعني الامكانيات بتبقى اقوى مننا وكده، فهتلاقي بيكون لك بقى الهيدروليك جامب باشكال مختلفه وحاجات كويسه جدا. طيب تعالوا بقى نشوف يا جماعه، شوف بقى السؤال بتاعي هنا، طب ايه اللي يحصل لو انا رحت مزود دلتا زد شويه؟ يعني ايه؟ يعني بصوا ادي دلتا زد ده ماشي بشويش، خلاص انا ماشي بشويش النهارده. ليه بقى؟ علشان الموضوع مش محتاج اي سرعه خالص، الموضوع محتاج تركز معايا. يبقى انا دلوقتي لو زودت دلتا زد بدل ما هنا بقت هنا، اسالك سؤال وفكر فيه، اي واحد حصل لها حاجه؟ لا، اي واحد هي ثابته زي ما هي. طيب خش على السؤال الثاني، اي اتنين حصل لها حاجة؟ مستني الاجابة بتاعتكم. قلت. برافو عليك. هتقل. اي اتنين قلت، تمام. يبقى انا دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ لما اجي ازود دلتا زد، هو بيقول لي اهو السؤال اهو، لو انت زودت دلتا زد ايه اللي هيحصل؟ يحصل ان اي اتنين تقل. طب ما تيجوا مع بعض كده نشوف الرسمة اللي هي اللي عدت دي. بص اهو. يبقى دي اي واحد اهي ثابتة. حلو. ودلتا زد لما تزيد يبقى هتقعد انت ترجع لورا، يبقى اي اتنين اهي، صح؟ اي اتنين اهي زي ما تشوف بتقل فعلا، صح كده ولا لا؟ صح. تاني يا جماعه، اي واحد ثابته شفتها لكم اهي، بص اهو تاني على الرسم عندك، اي واحد ثابته، ازود هنا شويه يا ريس، زودنا، اي واحد مالها ثابته، زود كمان شويه، اي واحد مالها ثابته، لكن اي اتنين هي اللي بتقل. اي اتنين هتقعد تقل اهي، تيجي هنا لغاية نقطة تقول لي بس خد عندها صورة. ايه هي النقطة اللي اخد عندها صورة يا جماعة بقى؟ من جدع يقول ايه؟ مينيمم. برافو عليك. يبقى هي الحالة اهي بتاعتنا اهي، واللي هو الدبس عندها المرة دي بقى زي الفل معروف. برافو عليك، واي كريتيكال. بس وادي رابع قانون النهاردة نطبقه، اللي هو ان ايه مينيمم واحد ونص واي كريتيكال، من الواي كريتيكال الجذر التكعيب الكيو سكوير على جي، وسلام عليكم، ما فيش اكتر من كده قوانين النار. يبقى تاني يا جماعه سؤال دلوقتي اهو، بيقول لي ايه اللي يحصل لما يزود دلتا زد؟ اي واحد ثابته، اي اتنين تقل، هتقعد تقل. نخش في السلايد اللي بعدها اهي، بقول لك دلتا زد هتقعد تقل لغايه ما توصل للنقطه دي اهي. بس يبقى دي عندها ايه؟ قلنا اي مينيمم. تمام كده، يبقى نشوف بقى السلايد شكلها ازاي. اهو يا جماعه، بس هنقلكم ناحيه الشمال معلش المره دي. ادي اي واحد، وادي اي مينيموم، وادي دلتا زد اللي هي برضه ما قلتليش يعني ايه دلتا زد ماكسيموم. حاضر اقول لك يعني ايه دلتا زد ماكسيموم، بس خليك معايا واحده واحده. اي مينيموم اهي اللي هي عندها عند النقطه دي تبقى مين؟ واي كريتيكال، تبقى واي كريتيكال. طيب ايه اللي بيبقى مطلوب هنا في الحاله دي؟ بيبقى مطلوب يا جماعه ان احنا نجيب دلتا زد اللي هي اللي تسبب لك ان يكون الانرجي هنا دي اقل حاجه. وليه سموها ماكسيمم؟ هقول لك حالا دلوقتي. بص بقى،
دلتا زد ماكسيمم اهي اللي هي الارتفاع ده اللي هو بيبقى فوقيه زي ما قلنا من شويه اللي هي واي كريتيكال. واي 2 بتساوي كريتيكال هي على الرسم على الشمال، واي 2 هي والواي كريتيكال. حلو، طب ليه سموها ماكسيمم بقى؟ قال لك ده اكبر، خلي بالك من الكلمه دي بقى، اكبر ارتفاع اقدر اعمله بس بدون ما يحصل تغيير في الدبس ده، بدون ما يحصل ان هو يزيد. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ هو انا ممكن ازود عن الماكسيمم؟ اه طبعا. افرض دلتا زد ماكسيمم دي مثلا 50 سنتي، هو انا في الحقيقه ما ينفعش اعمل دي مثلا متر ولا مترين ولا حتى اعملها زي الهضار كده حاجه ضخمه؟ اقدر اعمل كده، بس ساعتها خلي بالك ايه اللي هيحصل بقى؟ الدبس ده هيحصل له مشاكل، الدبس ده هيحصل له مشاكل دلوقتي وهنشوفها حالا دلوقتي. بس خلينا في الحاله اللي هي البسيطه اللي هي ايه بقى؟ تعريف الدلتا زد ماكسيمم، اكبر ارتفاع اقدر اعمله بدون ما يحصل هنا، بدون ما يحصل هنا مشاكل او زياده في الدبس. عايز بقى واحد جدع كده فيكوا صاحي كده بيحب الميه قوي يقول لي، انت قاعد تقول لي ايه وانا لما يجي لي مثلا تعريف، وان ما بيجيش يعني اعرف الكلام ده بس للفهم، اقول له بدون ما يحصل هنا ايه هنا دي؟ مين جدع بقى يقول لي؟ لو حبيت اكتبها كده اقول ايه هنا دي؟ المنطقه دي كده نسميها ايه؟ مين جدع بقى بيحب الميه كده؟ الجزء ده؟ ايوه، برافو عليك برافو عليك برافو عليك. مين جاوب معايا؟ انا عبد الله محسن. ازيك يا عبد الله، عامل ايه؟ تمام تمام زي الفل، برافو عليك يا عبد الله. الهامب دي يا جماعه، ها، وده في المسائل مش حته يعني بتنطيط ولا حاجه، لا ده يجي يقول لك ايه؟ اب ستريم الهامب، اب ستريم الهامب يبقى هنا ماشي، داون ستريم الهامب او اوفر الهامب، ادي الهامب ايه اوفر يبقى هنا، داون ستريم يبقى هنا، ده اللي هي الحته بتاعت ايه؟ الهامب. خلاص، فتعريف دلتا زد ماكسيمم بقى يبقى اكبر ارتفاع اقدر اعمله بدون ما يحصل مشاكل في الاب ستريم، بس كده. وتبقى معروفه ان على طول الناس بقى اللي يعني بتحفظها ان فوقيها واي كريتيكال، دي تبقى معروفه على طول. طب اجيبها ازاي؟ بصوا بقى، بصوا انا عايزكم يا جماعه معايا كده بشويش عشان يعني ده طول الحاجات اللي عندنا، وانتوا قولوا لي بقى بنفس الكيرف اللي عدى اتصرفنا فيه ازاي، قولوا لي هنعمل ايه المطلوب اللي عليه الدايره ده، دلتا زد ماكسيمم قد ايه؟ ده اللي انا عايز ازود. طب ايه اللي بيبقى معروف يا شباب؟ بص، الكيو معروف، البي سمول معروف، الواي في الاب ستريم، الواي في الاب ستريم يبقى مين؟ يبقى واي واحد، بس كده. وايه المطلوب؟ دلتا زد ماكسيمم. ها يلا نكمل مع بعض بقى، هنكمل مع بعض. واي واحد عندي، اخش على الجراف انزل اجي، اه لا ما احنا قلنا ما عندناش جراف، ها نعمل ايه بقى عشان نجيب اي واحد؟ انا اقعد في المعادله. برافو عليك برافو عليك، كيو سمول ولا اقعد في المعادله اللي فوق؟ برافو عليك برافو عليك، يبقى كيو سمول الاول بتساوي كيو على البي، تمام، اقسم دي على دي جيب الكيو سمول، اقوم داخل في المعادله هنا اقوم حاطط واي واحد وهنا واي واحد، وعندك الكيو سمول اقدر من هنا اطلع انرجي واحد، خلاص جبت اي واحد. انا مش عايز بقى ايه اشرح لكم واقول لكم ايه اللي هيحصل، حد بقى حلو كده يكمل عشان يجيب لي اللي عليها الدايره دي. البروازه اهو متبروز، اساعدك انا اغششكم شويه اهو متبروز، ها نعمل بيها ايه دي؟ يبقى نعوض نجيب مين؟ الواي ايه؟ كريتيكال الواي سي، ومنها نجيب الاي مينيمم. اه واي كريتيكال، برافو عليك، جذر التكعيب الكيو سكور على جي، تمام، اطلع الواي كريتيكال. حلو، الواي كريتيكال اهي خلاص جبتها، اقوم عامل الاي مينيمم، مالها الاي مينيمم بكام؟ اوعى تقول لي وريني القانون ده، احنا واحد واحد ونص واي سي، واي كريتيكال، عودوا نفسكم تقولوا واي كريتيكال بلاش واي سي، محدش يعني بعد كده مش هتسمعها في السكاشن واي سي، فدايما تقولوا ايه واي كريتيكال. حلو كده جبنا الاي مينيمم، بس دلتا زد شايف جميل، يعني انا في ناس بقى في طلبه انا عارف ما بيبصش على الجراف خالص وبيعمل ايه؟ بيقعد يحفظ الحالات اللي هي بتاعت المحاضرات يا عيني كلها، وحاجه يعني بتبقى صعبه جدا، انما انت لو رسمت الرسمه مش هتحفظ حاجه، ما هم التلات اربع قوانين اللي هو بعد فتره تحس ان هم مش قوانين، يعني واي كريتيكال دي شغاله مع الدكتور امام على طول، اول خطوه في السؤال دايما تشيك ان هي صح، يقول لك ايه انتوا خدتوا خلاص صب وسوبر، تشيك ازاي واي كريتيكال وتقارن مع الواي بتاعك.
حلو، يبقى انا دلوقتي حسبت مين دلتا زد ماكسيمم. هيجي يسالك سؤال بسيط جدا وانت جايبه اصلا قبل كده، خلي بالك هو طالب مين، طالب دلتا زد ماكسيمم، يقول لك انا عايز بقى الدبس، الدبس فين؟ اوفر ذا هامب. ده خلص من زمان، عارفين دبس اللي فوق الهامب اللي هو مين، واي 2 اللي هو مين، واي كريتيكال انت حاسبه اصلا في نص الشغل، خلي بالك انت الواي كريتيكال كده كده حاسبها في نص الشغل بس كده خلاص. يبقى ده الدبس اوفر ذا هامب اللي هو واي 2 بيساوي ايه، واي كريتيكال. اي سؤال لغايه دلوقتي يا شباب؟ بص على الرسمه، شايف بص اي مينيمم، اي مينيمم اهي تمام. وال يعني هو طبعا اكيد بتذاكروا من محاضرات السنه دي، لان احنا حسنا في الرسومات جامد، يعني لو حد عنده حاجه من السنه اللي فاتت بلاش، فخلينا في بتاعه السنه دي احسن. بس ادي الرسمه كده وزي الفل ومتطابقه مع الجراف. اللي عنده اي سؤال قبل ما نخش بقى في الحاله الثالثه، الحاله الثالثه ممكن تلاقي ناس فيكم مركزين ومستنييني، لان انا عارف ان انا ماشي بمعدل يعني بطيء جدا. ها الحاله الثالثه اللي هي مين متوقع بقى يحصل ايه بقى؟ الحالة التالتة كيس تلاتة هتبقى ايه يا شباب؟ اللي متوقع بقى ايه اللي هيحصل؟ ان دلتا زد تكون ايه بقى؟ اكبر من الماكس، اكبر من دلتا ماكس بس كده. يبقى الحالة الاولانية خالص ما كانش فيها مشاكل، كانت الاي 2 هنا لسه ما وصلتش المينيموم، كانت هنا كده، كانت هنا، كانت دلتا زد اصغر لو تاخد بالك من السلايد، كانت اصغر، انما دلوقتي بقت بتساوي. طب بعد كده بقى اكبر، تعالى نشوف ايه اللي هيحصل. بس روق دماغك كده معايا بقى ونشوفها، لان دي اطول سنه، لكن في النهايه كجراف هتلاقيها لذيذه جدا جدا. دي ما فيش اي حاجه، ده انا بعيد لك نفس السلايد بس مكبرين الرسمه شويه. ادي ايه برضو بصوا فيها كده، ما فيش حاجه، اي واحد وايه ودلتا زد ماكسيمم. وعلى طول بصوا يا جماعه، برضو عايز اعلمكم حاجه، يعني انت اول ما تشوف ان دي واي كريتيكال اعرف على طول ان دي اسمها ايه، مينيمم. الكلام ده منين؟ الكلام ده مش حفظ، الكلام ده من الرسمه اللي هو الاسبوع برضو بتاع المحاضرات المره اللي عدت. قلت لك النقطه دي يكفي جدا انك تعرف ان لما اقول اي مينيموم يبقى هنا مقابل ليها واي كريتيكال على طول. تمام تمام طيب. وادي الرسمه تاني، مفيش اي مشكله خالص، دي برضو نفس الكيس بتاعتنا. تعالوا بقى اصحى لي بقى معايا هنا، علشان انا بدل ما اوري لك الرسمه كده، لا عايز ايه مع بعض كده ايه نلعبها مع بعض. بصوا يا شباب، انا دلوقتي عندي ادي القاعه وادي الميه اللي ماشيه اهي، ده اللي هو الميه اللي ماشيه في الاب ستريم. الميه اللي ماشيه في الاب ستريم هنسميها واي واحد، واي حلو. واقوم انا جاي هنا يا شباب، رحت معلي عن دلتا زد ماكسيمم بقى زي ما قلت لك كده، اكن اعمل ايه زي هدار مبنى اهو بقى، مش مبنى يعني، لا يعني مثلا ارتفاع متر ولا حاجه. افرض ان كانت دلتا زد ماكسيمم كانت 50 سم، لا انا رحت طالع كمان الضعف يعني، فبقى ايه زي عامله زي الهدار كده اهو. ده دلتا زد هنا كبيره حلو، والميه اللي ماشيه هنا معاها طاقه، الطاقه بتاعتها اللي هي واي وفي سكوير، اللي احنا سمينا المسافه دي كلها للناس الحلوين اللي صاحيين معانا اسمها اي واحد، سبيسيفيك انرجي عند واحد. طيب بصوا بقى كده يا شباب، ادي الميه اللي هي ماشيه كده، تفتكر كده يعني، دي مش محتاجه علم بقى، دي مش محتاجه علم ولا سبيسيفيك انرجي ولا حاجه، تفتكر الميه دي هتيجي تعمل هنا ايه؟ مين جدع يقول لي بقى يحصل ايه؟ هيعلى ما تصب تحت. ايوه شفت زميلك قال ايه؟ هتعلى الميه، هتعلى ازاي؟ هتتجمع. يعني ايه يا شباب هتتجمع؟ يعني بصوا دلوقتي الساعه واحده، كان العمق كده واحده ودقيقه، بقى العمق زاد شويه، واحده ودقيقتين زاد، ثلاثه زاد، ها يقعد يزيد يزيد. ها انا هطلع مش هطلع بره الدرس قوي، بس انا عايز بقى واحد قوي الذاكره كده ويكون بيحب الميه. بص الدبس هنا الساعه واحده، واحدة وعشرة بقى هنا، واحدة وربع هنا، واحدة وتلت هنا. حد عارف الحالة دي كده بنسميها ايه عندنا في الفلو؟ دبس ها بيتغير، خلي بالك ها، مع المسافة ولا مع الزمن؟ انستري مع ايه؟ ايوه برافو عليك، برافو عليك. دبس هنا بيتغير يا جماعة مع الزمن، مع الزمن.
يبقى دي حالة ايه؟ unsteady flow. unsteady flow اللي كان برضو مركز معي في اول محاضرة ده بره دراستنا خالص، لان دراسته بتبقى صعبة ويخلوها في الدراسات العليا ان شاء الله. حلو؟ يبقى انا ماليش دعوة بقى بالقصة دي كلها، انا ليا لغاية ما هو يوصل للعمق اللي يدوب يخليه يمشي. يمشي بعد كده فين؟ هنا بقى يمشي فوق المين؟ فوق الهامب ده او فوق الهضار ده يعني. فالدبس الكبير اللي حصل ده يا شباب اهو هنسميه ما بقاش واي واحد بقى، اسمه مين؟ اسمه واي واحد، هنسميه واي واحد داش. اظن يا شباب ده مش محتاج علم خالص، المية اتجمعت قعدت تتجمع. طب تتجمع دي خلي بالك يعني مفيش فلو حصل هنا لسه، فبتتجمع تتجمع تتجمع لغاية ما توصل لحد يخليها تعدي. ايه الحد اللي يخليها تعدي بقى دي؟ بص يا شباب، اولا قبل ما نخش فيها، الواي واحد داش دي ليها سرعة، ليها سرعة يعني الخط بتاع الطاقة دايما قلنا فوق المية بفي سكوير، فبالتالي السبيسيفيك انرجي هنا زادت، بدل ما هي كانت ماشية واي واحد ومعها اي واحد، لا بقت واي واحد داش ومعها اي واحد داش. حلو قوي. طيب كويس، بس الكلام ده قلنا بياخد ايه؟ فترة، مش مرة واحدة كده، لا بالتدريج. حلو، طيب تعال نكمل بقى. هي هتاخد الطاقة اللي هي الزيادة دي وتمشي بيها، بس خلي بالك المية ذكية زي الإنسان كده، يعني انت مش هتتعب نفسك أكتر من اللازم. انت في قدامك زي واحد بيجري في التراك، ها قابل قدامه عائق كبير شوية فبيجمع الطاقة بتاعته، وممكن حتى مثلا يريح شوية، بس هو وزنها مع نفسه بيقول اه ده هي عايزة ازود الطاقة بتاعتي بس قد كده، مش محتاجة اكتر من كده. فبالتالي خلي بالك بقى، انت لو عرفت النقطة دي هتسهل على نفسك، وحتى لو ما عرفتهاش هتعرف تحلها برضو بإذن الله. اللي هو يقوم جاي هنا ماشي، تكون دي اقل طاقة المية تمشي بيها بالكيو اللي انت عايزها. اقل طاقة دي زي ما تعلمنا اسمها ايه يا جماعة بقى؟ ايه مينيموم. طب طالما ايه مينيموم ولسه قايلها في السلايدز اللي عدى، يبقى الدبس اللي ماشي في المنطقة دي اسمها ايه يا جماعة بقى؟ ها ايه مينيموم؟ واي كريتيكال. واي كريتيكال، تمام. تاني يا شباب، تاني. يبقى انا دلوقتي عندي المية اتجمعت، هل هتقعد تتجمع؟ لما انا ممكن اقعد اتجمعها لغاية السماء؟ لا، واخد بالك؟ ولا لغاية 10 متر؟ لا مش هيحصل. ده هو يدوب يدوب اللي هو تخلي ايه مينيموم، اقل طاقة، على اساس زي ما انتوا عارفين في الجراف بتاعك تلاقي نقطة تمشيها بالكيو دي. كل الكيرف ده ماشي بالكيو بتاعتنا الكيو كابتل، انما اقل طاقة انا عايز امشي باقل طاقة عشان ايه؟ ما تتعبش نفسها وتقعد تجمع مية ما لهاش لازمة. وبالتالي دي اللي هي الاي مينيموم، ويبقى عندها الواي ايه كريتيكال. طيب ايه اللي بيبقى مطلوب يا شباب بقى في الموضوع ده؟ خلي بالك معايا بقى. مطلوب اولا مدي لك الكيو، وعندك الواي واحد، وعندك البي، وعندك دلتا زد مديها لك، وانت اكتشفت ان هي اكبر من الماكسيموم. واحد يقول لي يعني اكتشفت؟ يعني بالبلدي كده تجيب دلتا زد ماكسيموم. ما انا لما اقول لك انت مرتبك اكبر مني يبقى لازم ان انا ابقى عارف، او انت عارف يعني انا تقدر تقول اه ده فعلا انا اكبر ولا اصغر، تمام؟ فبالتالي هو كده كده يعني احنا عشان يعني بناخد معاك واحده واحده كده، اقول لك احسب لنا دلتا زد ماكسيموم اللي هي الحاله اللي عندك. طب وبعد كده بقى يدي لك دلتا زد، والله اصغر برضو الحاله اللي هي كيس واحد كانت سهله، اللي اطول شويه اللي هو بقى لما يقول لك دلتا زد زادت. طب انت عايز ايه مني بقى لما دلتا زد تزيد؟ تعال نشوف هتعوز ايه مني. خلي بالك، بص ممكن يطلب منك حاجه سهله جدا اللي هو الدبس اوفر ذا هامب، ودي خلصناها. ليه؟ لان قلنا عندها اي مينيموم، يبقى الدبس هنا اسمه مين؟ واي كريتيكال، وده خلص جذر التكعيب الكيو سكوير على جي، وده خلصان من زمان. حلو، انما اللي هيطلبه اكيد بقى مين يا شباب؟ اللي هو الواي واحد داش. ليه بقى؟ لان الجماعه بتوع الري بيهمهم، خلي بالك بقى، يهمهم الزياده اللي حصلت دي، الزياده اللي حصلت في الميه قد ايه؟ لحسن يحصل ايه؟ ان الزياده دي خلي بالك ممكن تغرق الدنيا. ازاي الزياده دي؟ اولا نخلص منها، بس بيسموها هيدنج اب. هنسميها ايه يا شباب؟ هيدنج اب. يبقى دي هنسميها هيدنج اب، تمام؟ الزياده اللي حصلت ليه؟ ما هو ده خلي بالك ده سطح الميه، ده قطاع اليفيشن، قطاع راسي،
طب لو رسمنا القطاع العرضي، قطاع العرض اهو، وادي الميه، وادي الايه البيرما، وفي ناس بيبقى الايه البيوت بتاعتها هنا او مزارع او كده اهو. فبالتالي ده اللي هو ده. يعني انت بقى في طول الكنال دي، في طول الحته اللي موجوده دي، مثلا لو كيلو ولا حاجه والميه حصل هيدنج اب بزياده، يا شوف بقى الميه هتحصل ايه، هتقوم واصله لغايه كده، يعني هتغرق ايه الناحيه دي والناحيه دي. فلازم طبعا الهيدنج اب ده يبقى محسوب بالظبط بالظبط علشان انت تبقى في الامان دايما. خلاص يا شباب. طيب يبقى تعالوا بقى يا شباب، انا بيبقى عندي الواي واحد، وطبعا خلاص عرفنا دي هنجيبها منين، من معادله الانرجي. بيبقى مطلوب بقى منك تجيب لنا واي واحد داش، خلاص، واي واحد داش، والهيدنج اب اللي حصل. اما دول انت كده كده يعني خلاص معايا دلوقتي، بقيت بتعرف تجيبهم كويس قوي. طيب نعمل الكلام ده ازاي بقى يا جماعه؟ تعالوا نشوف نعمل الكلام ده ازاي. ادي الرسم اهي قدامنا اهي، نفس الكلام، بس انا قلت بدل ما احطها لك اقول لك ايه اللي حصل بقى فيها. خلاص، وقلنا ان السبيسيفيك انرجي، السبيسيفيك انرجي هنا بنسميها اي واحد داش، خلاص، اي واحد داش دي، والمسافة اللي هي هنا، تعال نكملها كده، المسافة دي كلها كده اسمها اي مينيموم، اي مينيموم. واقدر اقول على الرسمة قبل ما اوريها لكم على الجراف بقى، اقدر اقول ان اي مينيمم ها زائد دلتا زد اللي هي اكبر من الماكسيمم، الاثنين دول لما اجمعهم يجيبوا لي مين؟ يجيبوا لي اي واحد داش، ما يجيبوليش اي واحد المره دي، دي اللي هي إيه. في حد اتلخبط في حاجه بقى؟ يبقى انا دلوقتي عندي اهو الرسمه، بص كده، اي مينيمم تجمعها مع دلتا زد اللي هي الكبيره اللي اكبر من الماكسيمم، يبقى كده تجيب لنا اي واحد داش، خلاص. وبيبقى دايما مطلوب مين؟ واي واحد داش، او لو هو يعني بيلعب معاك شويه يقول لك احسب لي الهيدنج اب، هيدنج اب اللي هو الفرق ما بين واي واحد داش ناقص اللي ايه الواي واحد. اما الدبس اللي فوق الهامب ده غلبان خالص، مع انه هو بدايه الحل اللي هو مين؟ الواي كريتيكال. طيب تعالوا نشوف الموضوع ده يتم ازاي. بص لي بقى، انا حطيت لك هنا الرسمتين مع بعض، بس تعالى بعد كده ناخد في السلايد الكبيره، ناخد ايه، نكبر الجراف اللي تحت ده. طيب تعالوا بقى اقول لكم، بس الاول الصحيين معايا كده، عشان انتوا اللي هتكملوا الرسمه، انتوا اللي هتشتغلوا الرسمه، فانا عايز الناس تبقى شغاله معايا، مش هقول لك انا هعمل كذا واعمل كذا، لا انا هقول لك انا عندي كذا وانتوا كملوا. بص بقى، اولا عندنا الكيو، عندنا البي، عندنا الواي واحد. طيب انا معلش رايي حاجه، رايي ان احنا عشان دي لسه ما ثبتتش في دماغكم، خلينا هنا على اساس الرسمه الاليفيشن تبقى في دماغك. عندك الكيو، وعندك البي، وعندك الواي واحد. طب واحد يسالني سؤال يا جماعه، هو مين فيهم الاب ستريم الهام، واي واحد ولا واي واحد داش؟ ايه العمليه اللي اتلخبط دي؟ ادي الهام اهو، خلاص. طب فعلا لو قال لي الدبس اب ستريم الهامب كان كذا، مين هيبقى واي واحد داش يا دكتور؟ دكتور الصوت قطع عند حضرتك فجأة. ايوه، طب الصورة باينة؟ الصورة باينة يا حضرتك. طيب ثواني كده اشوف الصورة. ثواني يا شباب، ثواني. هي السكرين ظاهرة قدامنا عادي. بس مش ظاهرة عندنا. ثواني كده يا جماعه، مش عارف اختفت ليه، بس ثواني هجيبها دلوقتي ان شاء الله.
اختفت دلوقتي بقى عندكم؟ يا دكتور. طيب ماشي، انا بعمل لها شير سكرين تاني. لما تبان عندكم بس ايه قولوا لي كده، عشان ايه ان شاء الله تكون باينه عندنا برضه. ظهرت يا دكتور. تمام، ظهرت كده عندي. ظهر على التيمز. طب وكده؟ ما هيش ظاهرة كلها؟ هي لسه ظاهرة على التيمز. طب ثواني. مش ظاهرة يعني سلايدز المحاضرة مش ظاهرة. يا رب، بسم الله. ايه اللي ظاهر دلوقتي؟ ظهرك يا دكتور محاضر. طيب خلاص كده مركزين معايا؟ طب تعالوا بقى كده يا شباب. ايه بقول لكم ان احنا نعرضها في الشكل بتاع الاليفيشن عشان نبقى ايه ماشيين مع بعض. بصوا بقى يا جماعه، عندي كيو وعندي بي وعندي واي. ركز بقى معايا كده يا شباب علشان ما تحفظوهاش، خلي بالك معايا. لو الجراف قدامك هتبقى سهل قوي، ماشي داخل يمين شمال مش عارف ايه زي الفل، هتبقى بسيطه، بس احنا ما عندناش الجراف. تمام، فتعالوا نشوف ازاي نحل الايه العمليه بالمعادلات. وادي المعادلات بس اللي انا محتاجها، مش محتاج اكتر من دول. حلو، عندي كيو وعندي البي وعندي الواي واحد، وعندي ان دلتا زد اكبر من الماكسيمم، اكبر من دلتا زد ماكسيمم. خلي بالكم بقى عشان تتشاركوا معايا فيها. خلاص، دي يمكن اهم واحده قبل البريك الحته دي. حلو، ايه المطلوب يا جماعه؟ بيبقى عايز الديبس اوفر ذا هامب. خلي بالك من الكلام، الديبس اوفر ذا هامب يعني عايز الواي واي كريتيكال او اللي هي واي 2، وعايز الهيدنج اب او بمعنى اخر عايز تحسب الفرق ما بين واي 1 داش والواي 1. طيب واحده 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 واحده، انا اللي عندي واي 1، عايزين واحد جدع كده يقول لي اول خطوه بس اعمل ايه. ابتدي لك انا شويه، كيو سمول بتساوي كيو على البي. مين يكمل بقى؟ تقدر تجيب اي واحد، تقدر تجيب ادي واي واحد اهي، تقدر تجيب الانرجي عند واحد. مين جدع يقول؟ انا عوض في المعادله اللي هي الاي بتساوي الواي، عوض في معادله الانرجي. نسميها مع بعض الانرجي عشان ايه مش كل شويه نقول المعادله. انرجي، احط واي واحد هنا واي واحد هنا اقدر اجيب اي واحد. خلاص يا شباب، يبقى اي واحد اهي عندنا. مين يكمل؟ تقدر تجيب الواي كريتيكال. برافو عليك، برافو عليك. واي 2 هي واي كريتيكال. اعرف اجيبها اهو، قانون اهو، ده هم كلهم ثلاث قوانين طول المحاضره، يبقى واي كريتيكال. تقدر تجيب الاي مينيمم قوي قوي. ها مين؟ يمين ونص الواي، واحد ونص واي كريتيكال. تقدر تجيب لي دلتا زد ماكسيمم، ده اي واحد ناقص اي مينيمم زد ماكسيمم. طب هو مدي لك دلتا زد اكبر، مين يكمل بقى؟ يبقى اي واحد داش. ها دي الحته الجديده اهي عليك، اي واحد داش مالها ومال المينيمم؟ اي واحد داش، يبقى اي واحد داش بتساوي ايه؟ بتساوي المينيمم زائد مين بقى؟ زائد مين؟ دلتا زد. محدش جاوب فيكو، يبقى لسه ما لقطتوش الحته دي. بص كده عايزين نعملها كويس. بص الانرجي اللي هنا دي يا شباب، الانرجي اللي هنا عند واي واحد داش دي قلنا اسمها ايه؟ اسمها الاي واحد داش عند الايه؟ ثواني. راحت الصورة صح؟ راحت كده. نعمل بس سلايد شو.
تمام. بص بقى الانرجي اللي هنا عند واي واحد داش دي سميناها ايه يا شباب؟ سميناها الصورة مش ظاهرة عندنا دكتور. الصورة لسه مجتش يا دكتور. طيب معلش معلش حاضر. ثواني يا شباب بس نص دقيقة بعمل شير سكرين تاني مش عارف ليه بيهرب. بدأت كده تبان. ظهر يا دكتور. تمام تمام. طيب بصوا بقى نعمل اقول القلم بس ثواني. تمام بصوا يا شباب بقى هنا الطاقة اللي هنا دي اسمها ايه؟ اي واحد داش صح؟ المسافة دي كلها اسمها اي واحد داش. طيب وقلنا ايه؟ ادي الطاقة مكملة اهي وقلنا ان مع الكريتيكال بنسميها اي مينيموم صح؟ وقلت لك قبل كده ان الاي مينيموم مع الدلتا زد دي هتساوي الاي واحد داش. يبقى انا على الرسمة تحت بقى انزل لي تحت اهو ادي الاي مينيموم اهو اجمع عليها دلتا زد اللي هو مديها لي اهو. بص في الاليفيشن اهو فوق في الاليفيشن اي مينيموم مع دلتا زد يديك اي واحد داش. يبقى انا اي مينيموم لما اجمع عليها دلتا زد اجيب اي واحد داش. خلاص كده يا شباب. لما اجيب اي واحد داش لو انا عندي الجراف كنت اطلع كده اجيب الواي واحد داش بس انا ما عنديش الجراف اعمل ايه بقى عشان اجيب الواي واحد داش؟ ها اخش في معادله الانرجي واحل المعادله اجيب الواي. تمام بس المره دي بقى في الانرجي اقول مين بقى؟ اي واحد داش بتساوي اي واحد داش داش زائد زائد كيو سكوير على 2 جي تمام في واي واحد داش ايه سكوير 2 جي واي واحد داش سكوير. عندك مين انت دي سكوير عندك مين؟ عندك الكيو وعندك الاي واحد داش تمام. يبقى اعمل بقى بالسولفر بتاعك اطلع واي واحد داش. بص على الرسمه وقول لي بص على الرسمه دي وقول لي اتشيك ليك ان الواي واحد داش دي لازم تطلع اكبر من مين؟ اكبر من مين؟ من الواي واحد. لان ده الفرق اللي ما بينهم ده اللي انا قاعد اقول عليه من الصبح اسمه ايه واوعى الناس بتوع الري يزعلوا ومش عارف ايه هيدنج هيدنج اب هيدنج اب. تمام كده يا شباب. يبقى الفرق ما بينهم اللي هو ايه؟ الهيدنج اب. بس كده. يبقى تاني يا جماعه تاني بص انت لو عندك الجراف ما فيش اي مشكله يعني. بص لو عندك جراف تعمل ايه؟ بص واي واحد خش كده انزل كده اجيب اي واحد ده لو عندي الجراف لعبه. وبعدين ادي النقطه دي عندي الجراف بقى ما فيش قوانين ولا حاجه. يبقى اقدر احدد دي واقدر احدد دي. فرق ما بين ده وده هو الماكسيمم. لكن انا عندي دلوقتي دلتا زد اكبر يبقى انا اقيس من المينيمم اهو وامشي دلتا زد اللي اكبر اهي لغايه ما اجيب اي واحد داش اقوم طالع على الراسي اقوم طالع مين على الجراف اقوم جايب واي واحد داش اللي هو الفرق ده الهيدنج اب زي ما قلت. بس اي سؤال يا شباب في الحته دي انا معاك اهو عشان دي يمكن اهم حاجه في الجزئيه الاولانيه بتاعه المحاضرات بتاعه الجزء ده. واضح ان شاء الله. ومع المساله بالارقام هتبقى العمليه الذ كمان وابسط من كده. ده الكلام اللي انا بقوله اهو بالمعادلات الكلام اللي احنا شرحناه على الايه السلايد اللي عندي. طيب في حالة السوبر خلاص فصلنا كده وخلاص خلص الموضوع. بص بقى هنعيد نفس الكلام بس لما يكون دلتا زد اصغر من الماكسيموم بس ما تملش معايا. عندنا اصغر من الماكسيموم عندنا يساوي الماكسيموم في حالة السوبر اكبر لا اكبر يعني غلسة قوي. فخلينا في الحالتين دول لما تكون اصغر من الماكسيموم وبتساوي الماكسيموم. طب ايه اللي هيحصل؟ ولا تتعب نفسك خالص ولا تحفظ حاجة. بص عندي هنا الانرجي دي اي واحد وعندي هنا دي اسمها اي اتنين. يبقى اي واحد بتساوي اي اتنين زائد دلتا زد. ده السلايد دي بتقول لك كده ان اي واحد اكبر من اي اتنين بدلتا زد. طيب ما هو عادي يعني ايه عادي؟ يعني لو صاب كريتيكال ما هو نفس الكلام صح نفس الكلام. انما ايه اللي يفرق بقى؟ يفرق ان انا بدل ها مين جدع يقول لي بدل ما العب فوق العب تحت بقى. يبقى ادي الاي واحد اهو بص النقطه دي النقطة دي اهي دي معاك واي واحد وادي اي اتنين اصغر قلنا من اي واحد فبالتالي بتلعب مع النقطة دي تجيب لك واي اتنين.
واحد يقول لي برضه انت قاعد تلعب لنا على الجراف، امال طب انت عايز ايه؟ ما هو ما فيش غيرها، هي المعادله دي. ماشي، يبقى انت لو عايز تشتغل بقى كده هتشتغل بالمعادله دي، بس هتعتمد عليك انت بقى لما تيجي تطلع الاجابات، لانك هتختار الرقم اهو. لو مثلا انرجي 2 اهو، انرجي 2 بتقطع الجراف في نقطتين، نقطه صب ونقطه سوبر، يعني ليها رقمين، اخد الصغير اللي فيه. لو الكالكوليتر اللي معاك هيطلع لك رقمين تاخد الصغير اللي فيه. لو انت بيبقى طالب منك كبدايه تخمين في الاول حط له رقم صغير عشان تطلع انت السوبر، السوبر كريتيكال. طيب حد يقدر يخمن لو حاله دلتا زد بتساوي الماكسيمم ايه اللي يحصل؟ هسيبك تفكر كده 10 ثواني. سهله العمليه جدا، واللي كان مركز معايا في الحاله بتاعت الصاب ولا هتفهم الاي مينيمم بر اي مينيمم وخلاص. وهتبقى كمان ايه بقى؟ وهتبقى الاي الواي 2 اهي عندنا، الواي 2 عندنا هي الواي كريتيكال، والواي كريتيكال خلاص القانون اظن بقى ايه ثابت في دماغك. وادي دلتا زد ماكسيمم حبيت تجيبها اللي هي تبقى اي 1 ناقص ايه اي من، مش ابسط من كده. خلاص يا شباب مفيش وجع دماغ بقى هنا. لو اكبر ماكسيمم هي طبعا موجوده في الحقيقه، لكن يعني دراستها غلسة شويه وبتبقى محتاجه ان تكون دوست بقى شويه في الهيدروليك جامب وشغل شويه فيها. طيب وادي المعادلات مفيش جديد. ده مثال بقى، تعالوا كده نبص في المثال بسرعه عشان قبل البريك. يعني دي بيقول لك ووتر فلو سرعه 1.5 والدبس 2.5 خلاص، والوايد ال 2 متر وايد. قلت لك اوعى الكلمه دي، اوعى تقول ان ده وايد سيكشن، ده قصده 2 متر وايد، 2 متر عرض، يعني العرض اللي هو البي 2 متر، البي ده هو 2 متر. حلو، طب ما انتوا عارفين ان دي لو ضربتها في دي، الناس الحلوه اللي صاحيه معايا اجيب مين على طول؟ كيو سمول. برافو عليك، ده انا حتى بدون ما اكمل بقيه المساله، ده هم يا جماعه ده ثلاث قوانين، ده اللي قاعد معايا حتى النهارده واول مره يحضر، هم ثلاث قوانين. يبقى انا احسب مين؟ الواي كريتيكال. طب ليه احسب الواي كريتيكال؟ عشان اقارن مع مين؟ مع الواي واحد. والله لو طلعت الواي واحد اكبر من الواي كريتيكال، ها الموضوع في دماغك بقى والرسمه، يبقى سب كريتيكال. طب سب كريتيكال بس كده، عكس كده يبقى سوبر كريتيكال. ماشي كمل معايا. هم بنص متر هايت، واخد بالك؟ كونستراكتد تمام اوكي، ده ارتفاعه دلتا زد. بس السؤال بقى لو هو يعني دكتور خبيث بقى وكده، مش مديلك هنا هو اصغر من الماكسيمم ولا بيساوي الماكسيمم ولا اكبر من الماكسيمم، هيسيبك انت تشتغل. لكن احنا بقى ايه ماشيين معاك واحده واحده. بص في اول مطلوب كده هتلاقي شيت كده برضه، عايز الهايت بتاع الهامب علشان يجيب لك كريتيكال فلو على الهامب، يعني تبقى واي 2 بواي كريتيكال تمام، بس وزاوت افكتنج الاب ستريم كونديشن بدون ما يغير، فاهمين الجمله دي؟ بدون ما يغير الواي واحد عشان تبقى واي واحد داش. فاكرين لما الرسمه حصل زياده والميه عدت تتجمع؟ لا هو مش عايز المرحله دي. فده يبقى كده في المطلوب ده عايز مين؟ دلتا زد ماكسيمم، عايز دلتا زد ماكسيمم. خلي بالك من الاكسبريشن. المطلوب الثاني عايز الدبس فوق الهامب اللي هو بقى نص متر، هيكون احنا مظبطينها بحيث ان دلتا زد المره دي تطلع اصغر من الماكسيمم. اخيرا عايز لما يكون الدلتا زد بص ربع متر فوق الهايت اللي بتاع بارت 1، بارت 1 كان ماكسيمم، يعني معناها ان في الحاله دي ان دلتا زد هتبقى اكبر من الماكسيمم، يبقى على طول في هيدنج اب اوتوماتيك. بس افتح الشيت النهارده قبل ما تروح السكشن تمام، هتلاقي ثلاث مسائل بالنوعيه دي، واخد بالك؟ ثلاث مسائل بالشكل ده كده. بس كده تعالوا نستعرض الكلام ده خلاص، مش هنقعد بقى يعني نعيد ونزيد فيه. اهو يا جماعه ادي حسبنا الكيو سمول، خلي بالكم من الوحدات، وقلنا ما حدش يكتبها متر مربع على الثانيه بيبقى شكلها وحش جدا. وادي الواي كريتيكال اهي، طلع ان ال 2.5 اكبر من الواي كريتيكال، يبقى ده ايه؟ سب كريتيكال فلو. لازم تحدد نوع الفلو. بس كده. وبعدين هو عايز دلتا زد ماكسيموم. بص بقى انا عن نفسي واحب ان انت تبقى زي كده، ولا اقعد احفظ معادلات ولا اوجع دماغي، انا اعمل ايه يا جماعه؟ اخش على الرسمه. لو انت حطيت الرسمه قدامك ولا تبص في المعادلات دي خالص تمام. تعالوا ايه اللي عندنا؟ حد فاكر الارقام؟ واي واحد كانت 2.5 عندنا،
اقدر احسب الانرجي واحد، ما انا ما عنديش جراف بقى، اقدر احسب من معادله الانرجي اهي، ادي معادله الانرجي. يبقى انا حسبت الانرجي واحد اللي هي هنا تبقى 2.615. تمام. طيب عندي واي كريتيكال، اهي ادي القانون اهو، واي كريتيكال عندك، يبقى دي واي كريتيكال عندنا. تمام. وبعدين عندك الاي مينيموم، ايوه 1.5 واي كريتيكال اهو، 1.5 في واي كريتيكال، يبقى ادي الواي كريتيكال عندنا واي مينيموم عندنا. خلصت المساله، جبت ديل زد ماكسيموم بيساوي ده ناقص ده. تخيلوا بقى يا شباب، لو واحد بقول لك يعني ما فيش الفهم ده، هيقعد يحفظ الخطوات دي حفظ يعني فظيع. طيب وادي الرسمه بتاعت اهي، احطها قدامكم، ما فيش 5 ثواني يعني، العمليه بسيطه. طيب الحاله اللي هي دلتا زد اصغر من الماكسيموم، دلتا زد اصغر من الماكسيموم اهو، بص على الرسمه وما تبصش على المعادلات. انا عندي واي واحد، ودخلت على المعادلات على المعادله دي، حسبت الاي واحد، هوقف وانتوا اللي تكملوا. هو مديني دلتا زد بنص متر واصغر من الماكسيموم، مين يكمل؟ واحد يقول لي انت عايز ايه اصلا؟ انا عايز واي 2. يا شباب مين معايا؟ ايوه يا دكتور، احنا هنخش بعد كده في نجيب الاي 2 بتساوي اي 1 ناقص دلتا زد. برافو عليك، يبقى اي 2 بتساوي اي 1 ناقص الدلتا زد اللي هي نص متر، جبت اي 2. ها اخر خطوه اخش في مين؟ في مش في الكيرف، لا معادله الانرجي اجيب الواي بس كده. اهي بص شكل المعادله، هي بتبقى قدامك اهي والمجهول فيها الواي 2، وانا شغال سب كريتيكال، يبقى انت هتعمل السولفر بتاعك. عارف بقى لو واحد فاهم بقى وكده واعصابه رايقه، الواي 2 اللي هيطلعها في تشيك يا جماعه، ان هي لازم تبقى اكبر من حاجه واصغر من حاجه. اكبر من الواي كريتيكال واصغر من الواي كريتيكال واصغر من الواي واحد. الله اكبر، تمام كده. يبقى الواي 2 فعلا هتبقى المفروض ان هي اصغر من الواي كريتيكال، اسف اكبر من الواي كريتيكال واصغر من مين؟ الواي واحد. طيب اخر حاله، لما دلتا زد زادت بقى اكبر من الماكسيمم. خلاص؟ طيب خلاص، الحاله اللي احنا لسه مخلصينها في الشرح من شويه، نعيدها اخر مره بقى، بحيث خلاص مالكش امل. بس الكلام ده صدقوني يا جماعه، يعني الشاطر اللي يخلص مع المعيد اللي في اليومين اللي جايين دول هيبقى الموضوع كله في دماغه، لكن تسيبها بقى اسبوعين ثلاثه المحاضره دي، هتضطر كل شويه تسمع بقى الفيديو ولا تشوف حد يقعد يعيد لك الكلام ده. ادي الواي واحد اهي تاني يا شباب، وعندي الاي واحد جايبها، وعندي الاي مينيموم. انت كده كده جايب الكلام ده كله عشان وانت بتحسب الدلتا زد ماكسيموم جايبه. حلو، وعندك الدلتا زد ماكسيموم، بس باقي لي ايه يا شباب؟ ها دلتا زد اللي مديها لك اكبر من الماكسيموم اهي، مين يكمل بقى؟ انا وقفت كده خلاص، ها مين يكمل؟ هجيب اي واحد داش بتساوي اي مينيموم زائد الدلتا زد. تمام، واحده واحده كده مع زميلنا اهو، بيقول لك ايه واحده، بص على الرسمه، اي واحد داش بتساوي الاي مينيموم اهي زائد دلتا زد دي كلها اللي هي 1.173. جبت الاي واحد داش، ايوه كمل. من معادله الانرجي اجيب واي واحد داش. بس اهي ادي معادله الانرجي اللي هي واي واحد داش، او المعادله اللي انا كاتبها دي، تعوض فيها عندك اي واحد داش هنا، دي معروفه. تمام، اي واحد داش، وعندك هنا دي واي واحد داش ساعتها، ودي واي واحد داش. سولفر تقوم مطلع واي واحد داش، تشيك ليك ان الواي واحد داش اكبر من الواي واحد. تمام، وكمان المسافه دي اللي هي تعمل لك الهيدنج اب. خلاص كده يا شباب، بس كده. طيب دي اخر حاجه، مش هتاخد مننا دقيقتين، كان حد سالني فيها في الاخر، بس انا ايه قلت لكم سيبوها ما تسبقوش الاحداث. صمب صمب اهو، خلاص بقى. لا احنا دلوقتي نتكلم بسرعه بقى، ده احنا بقينا يعني دايسين جامد قوي. المسافه دي كام؟ دي واحد. طب والمسافه اللي هناك، اللي هناك فين؟ فوق. عارفين الدروب ده؟ الدروب ده بيسموه صمب. بص صمب، الحاله الاولانيه كان اسمها ايه يا جماعه لما حصل ارتفاع؟ اسمها ايه؟ همب. خلاص خلي بالك ان مش ممكن ما يجيش يقول لك دروب ورايز، لا ممكن ايه؟ همب لو حصل ارتفاع.
وصمب لما حصل ايه دروب. تمام، وزي ما بهزر دايما يعني ومع الدكتور امام، لما تاخد هيدروليك جامب يبقى الكورس اكتمل كده، هامب وصمب وهيدروليك جامب اخر دلع ان شاء الله. ادي عندك هنا الاي واحد، وادي ايه هنا الاي اتنين. تمام، مين المره دي اكبر يا شباب؟ ها اي واحد ولا اي اتنين؟ اتنين يا دكتور. طب امال كان هناك ايه؟ طب وانا مالي وانا اقعد اوجع دماغي واحفظ؟ لا، هناك لما يجي لي سؤال بتاع الرايز لو ام سي كيو ولا حاجه اهو اقوم راسمها، وادي الانرجي، ادي اي واحد كانت كده، وادي ده كانت. طيب خلاص ماشي، لكن ما تقعدش بقى تقعد تحفظ وتقارن، لا كل حاله بحالتها. طب ارسم. حاضر ارسم، خلي بالك لان دي تخلص في دقيقه واحده، هنا ما فيش بقى وجع الدماغ بتاع الهامب. هتعرف حاله ليه دلوقتي؟ تعرف حاله ليه؟ بص بقى، مين الاكبر؟ اتنين، يبقى ايه اتنين اكبر. طب والتانية ايه واحد، اهي مش ايه واحد اصغر. حلو، والفرق اللي ما بينهم ده اللي هو مين؟ اللي هو دلتا زد. حلو قوي، شغال صاب ولا سوبر على حسب الارقام؟ بفرض ان هي صاب، بفرض ان هي صاب. حاضر، يبقى ادي الواي واحد اهي، وادي الواي اتنين اهي، يبقى الدبس عند واي اتنين يطلع اكبر من واي واحد. لو سوبر اشتغل اللي تحت، توجعش دماغك هيطلع ايه، وبيجي لك في الام سي كيو هتقعد تحفظ ايه ولا ايه؟ انت بترسمها كده مع، في ناس بتحفظ بس يعني مش ممكن، انا مش متخيل يعني عمليه تبقى ماشيه ازاي. طيب بصوا بقى يا شباب، تعالى نزود الحفره دي شويه، ننزل في الدروب كده نزود دلتا زد. ايه اللي يحصل لاي واحد؟ ثابته. طب وايه اللي يحصل لاي اتنين؟ ها جاوب بقى. هتزيد ايه اتنين تزيد. طيب انزل كمان شويه، ايه اتنين ايه تزيد. طب بص لي على الرسمه تحت بقى، ايه اتنين لما تزيد ايه اللي يحصل؟ يبقى الاي اتنين هتيجي كده. طب وبعدين ايه اتنين هتيجي كده؟ طب وبعدين ولا قبليه؟ ده انت عندك دايما بتقطع الكيرف، ادي الكيرف اهو لو مديناه، وادي الخط 45 درجه، يبقى تجيب لك ده دي واي اتنين وادي واي اتنين. امال هناك كان في الهامب كان لان كان في مشكله ان كانت الانرجي بتقل، فلما كانت بتقل عادت تقل لو تفتكروا لغايه ما وصلت لفين؟ للمينيموم، بعد كده ما ينفعش ان هي ترجع عن كده. فبالتالي انا ما عنديش حاجه هنا كريتيكال، او ما عنديش حاجه يعني اسمها دلتا زد ماكسيموم. وبعدين هم في الحقيقه الجماعه بتوع الري يعني مش هيقعدوا يحفروا، لا ده هي كل العمليه مثلا بتبقى 20 30 50 سنتي، واخد بالك؟ فيعني مش هنقعد نحفر بالامطار يعني كده. فبالتالي مساله الصم دي تبقى مساله بسيطه جدا وما فيهاش اي كيسز بقى ودراسه بتاعتها ولا حاجه، وانا حاطط لكم السلايد بتاعتها زي ما انا رسمت دلوقتي، حتى الطريقه اللي هي لما تيجي تشتغل معاها جبريا يعني، الموضوع في منتهى البساطه على السريع كده، عندك واي واحد هتخش في المعادله بتاعت الانرجي هتطلع اي واحد. ها مين يكمل مكاني بقى؟ عايز اريح صوتي شويه، انا عايز اجيب واي اتنين، اعمل ايه؟ اي واحد زائد دلتا زد. برافو عليك، اي واحد اجمع عليها دلتا زد اجيب اي اتنين. ها مين يكمل؟ من معادله الانرجي اجيب واي اتنين. بس كده، واي اتنين تشيك ليك المره دي ان هي اكبر من الواي واحد، بس كده. ده في حاله السب كريتيكال. في حاله السوبر كريتيكال اهو شغال بالشكل ده كده، ويبقى الموضوع ايه زي الفل اهو يا جماعه. والكلام ده علي مثلا الشيت كله 8 مسائل يمكن، او 9 مسائل، ده اول 4 مسائل فيهم. بس اللي حلو كده وحب الموضوع بقى هيقابله مشكله صغيره مش هتعرض ليها في المحاضره، وهي مشكله بسيطه جدا، ان في مقاطعة ترابيزويدال في المسائل. مقاطعة ترابيزويدال بقى، طب وبعدين نعمل ايه؟ اولا بص، اول صدمه هتقابلها ان مفيش عندي حاجه اسمها كيو سمول، ونبهت عليها المره اللي عدت. انا عوض بقانون الجنرال. برافو عليك، يبقى كده كيو سكوير على الاريا سكوير. طبعا هتبقى المعادله ايه اغلى شويه. تاني حاجه، الواي كريتيكال الجذر التكعيبي، لا يا حلو ده تنساه، جذر التكعيبي الكيو سكوير ده تنساه. امال اعمل ايه؟ لا ده انا هخش في العلاقه بقى العامه اللي هي كيو على جذر جي بيساوي ايه جذر على، موجوده في السلايد رقم 3 هنا، موجوده في المحاضره دي وموجوده في المره اللي عدت. ايه مينيمم؟ 1.5 واي كريتيكال. لا مفيش 1.5 واي كريتيكال، عرفتوا بقى. فانا ما حبيتش بس ان انا ايه ابتدي بشغل بيها على اساس بس كنت عايز اوصل لك ازاي تتصرف، لكن ساعتها
لو ترابيزويدال يبقى لازم ترجع لصفحه الايه المقارنات ما بين القطاع الريكتانجلر والقطاع اللي هو ايه الترابيزويدال. خلاص يا شباب انا هستاذنكم بقى في حاجه لان الدرس يعني هو سهل وزي ما انتم شايفين ما فيش قوانين وكل حاجه بس محتاج تركيز وخاصه الجزء الثاني. فهنستاذنكم في بريك يعني على الاقل خالص ربع ساعه وتفصل وتحاول ان انتوا ايه يعني الناس الحلوين اللي معايا دول ما ترهقش نفسك في الربع ساعه يعني حاجه ريلاكس كده ممكن لو تشرب حاجه تريح دماغك واخد بالك ونتقابل ان شاء الله بعد ربع ساعه. في حد ليه اي سؤال انا في خلال الربع ساعه دي لو عايز يسال اي سؤال انا معاك نتقابل ان شاء الله بعد ربع ساعه باذن الله.
السلام عليكم يا شباب. في حد معايا يا جماعة؟ ايوه يا دكتور. ربع ساعة خلصت؟ ربع ساعة خلصت ولا لسه؟ خلصت. هو فاضل لك دقيقتين. طيب ماشي، نستنى عشان برضو ايه الناس، لو في حد عنده سؤال في الدقيقتين دول انا معاكم. الصوت بس عندي بيقطع. معلش انا مش سامع حاجه. حضرتك سامعني؟ ايوه كده احسن. بقول لحضرتك لما في حاله الدلتا زد تكون اكبر من الماكسيمم. تمام. ويقول لي عايز الاتش بتاعت الاب ستريم، فهاخد الاتش واحد ولا اتش واحد داش؟ دي اللي هو الصوره راحت في الوقت ده. كويس انك سالتني السؤال ده، هقوله لما نبتدي كمان دقيقه كده، لكن ليك بسرعه كده. لما يقول لك انا عايز في الاب ستريم، بص ده اللي هو واي واحد ده بنسميه الاب ستريم، اب ستريم الهم. واي واحد داش بقى دي بنسميها جاست اب ستريم الهامب، اللي هو يا دوب قبل الايه الهامب بسنه، اللي هو ده جاست اب ستريم الهامب. تمام. يبقى بعيد هنسميها الاب ستريم، اللي هو الميه ماشيه بيه جايه بقى في امان الله. امان الله ده يا جماعه على فكره لو حبينا نربط الدروس ببعضها تبقى دي اللي هي الواي نورمال، لان هي الميه ماشيه الطبيعي دي معادله ماني. تمام. لما حصل الزياده بقى بقت دي اسمها ايه الهدي الواي واحد داش اللي هو الدبس جاست اب ستريم. تمام كده، رد على سؤالك. تمام. وهي اتسجلت في الفيديو، فخلاص بقى يبقى الناس ايه ممكن تسمعها برضه. خلاص كده متهيألي الدقيقتين خلصوا يا شباب. حد ليه اي سؤال تاني؟ يلا نبدأ بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم. برضو عايزين كده ايه تركيز ونهدي نفسنا خالص، لان الموضوع ما فيهوش قوانين تانية، هو اللي احنا بنقول عليهم خلاص. اكيد انتوا حفظتوهم بقى، اللي كان مركز معايا الساعة اللي عدت دي هنا يلاقي ايه تشابه جامد قوي. انا عندي الكيو هنا موجود حلو، وبعدين العرض قل. لو انت عندك مثلا يعني برضو زي ما بقول لك بتوع تصميم اعمال راي هم اللي هيقولوا لنا الكلام ده، لو انت عندك ترعه بالشكل ده فالناس بتسحب منها، ففي النهايه خالص الترعه دي بتبقى صغيره، فبيضطر ان هو ايه يصغر العرض بقى، يعني مش معقول هياخدها نفس الترعه ايه الكبيره هنا. فده في البلان اهو. طيب الكيو هنا بنفترض ان هي ثابته ما بتتغيرش الا لو حصل زي ما قلنا ايه تسرب بقى. لو حصل مش تسرب هنا في الترع، يعني بيسموها اللي هي برانش، حصل تشعب للترع، ودي مش الحاله دي، سميناها قبل كده السبيشيال فاريت فلو في اول محاضره وخلاص، دي دراسات عليا. فاحنا بنفترض كيو ثابت. حلو قوي. طب تعالوا هنا السلايد دي كل اللي ان كيو سمول 1 كيو على البي، وكيو سمول 2 كيو على بي 2. طيب مين الاصغر؟ الاصغر اللي هي بي 2. الأصغر اللي هي بي 2 يبقى معنى كده إن كيو 2 هي الأكبر. خلي بالك بقى في الحتة دي، يبقى كيو 2 هنا أكبر من كيو 1. محدش يقدر يقول لك حاجة ليه؟ عشان العرض عندها هو الأصغر. كيو 2 مع العرض الصغير يبقى كيو 2 هي الإيه؟ الأكبر من كيو 1. طب ده يفرق معايا إيه؟ يفرق في المحاضرة اللي عدت يا جماعة، كان في حاجة اسمها الفاميلي كيرفز لو تفتكروا. الفاميلي كيرفز دي كانت شوية كيرفات جوه بعض كده، وقلت لك كل ما الكيو بتزيد الكيرف يطلع لبره، يعني ده 50 ده 100 ده 150، يعني ايه الكيو لما تزيد يطلع لبره.
يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان كيو واحد هي دي وكيو اتنين هتبقى هي اللي بره اللي هو الكيرف ده او ده، يعني مش هتفرق، انما قصدي ايه؟ ان هي اللي بره. دي كان اسمها الفاميلي كيرفز، دي ممكن تبص عليها في المحاضره اللي. بس كده يبقى دي كده بدايه الكلام. يعني معنى كده ايه بقى؟ معنى كده ان انا دلوقتي مش هلعب على كيرف واحد، لا ده احنا هنلعب على كيرفين. الجزء اللي عدى اللي قبل البريك كان كله على كيرف واحد. ليه؟ لان كانت الكيو سمول ثابته. خلي بالك يعني انا عندي في الدرس اللي عدى كان حصل ايه؟ رايز كده، لكن العرض نفسه كان ثابت. فالبي هنا زي البي هنا زي البي هنا، فكيو سمول ثابته، لكن هنا الكيو سمول ايه؟ متغير. اي سؤال في السلايد دي كده يا شباب؟ عشان دي اللي هنبني عليها الشغل بتاعنا. طيب خش بقى بعد كده، تعال نشوف الكيس الاولانيه. خلاص عرفنا ان كيو واحد وادي كيو اتنين، ونحط ان كيو اتنين هنا اكبر اهي. تمام، هي في كيرفين للكيوين، كيو واحد وكيو اتنين. بس الجميل بقى حاجه، الجميل حاجه، بص ده الاليفيشن. بص القاع، القاع ما حصلوش حاجه، قصدي يعني مش العرض، لا الارتفاع ما حصلش في الليفل حاجه. تمام ماشي عدل، انما في البلان هو اللي اتغير العرض بتاعه. طب والتوتال انرجي، حفظته مني الكلام ولا لا؟ التوتال انرجي ما بيتغيرش، ما بيقلش الا في حاله الهيدروليك جامب او لما هو يقوم. ده بالنسبه للتوتال انرجي. حلو، وادي سطح الميه، عندي واي واحد وعندي بي واحد، وعندي بي واحد هنا وعندي بي اتنين هو بيديها لك. خلاص، وبيبقى مطلوب ان انت تجيب الواي اتنين. بس بص بقى ايه الجميل اللي هنا؟ انا عندي في مشكله تحت ان كيو واحد وكيو اتنين، لكن في حاجه جميله، المسافه دي اسمها ايه يا شباب؟ يا ريت حد يرد عليا كده. اي واحد، والمسافه دي اسمها ايه؟ اي اتنين. ها مين صاحي كده يلاحظ حاجه؟ زي الفوازير كده يطلع الفرق ما بين. برافو عليك، اي واحد بيساوي اتنين. طب وهناك، هناك فين؟ سواء بقى حصل هامب او صمب، كان فيه دلتا زد، فكان في خطين لو تفتكروا للاتنين انرجي، وبعدين نلعب معاهم ونقول الفرق ما بينهم دلتا زد ومش عارف ايه. لا ده هنا شوف جميله بقى، اي واحد بتساوي ايه؟ حلو. طب دي تفرق معايا في ايه؟ بسيطه جدا، ده انت عندك خلاص الشكل ده عينك اظن خدت عليه اكتر من السرعه كمان. فده كله معروف، شوف على مهلك كده، واي واحد عندي اللي عليها صح على الشمال، وكي واحد عندنا جايبناها. طب والناحيه الثانيه كيو اتنين عندنا، بس المجهول مين؟ واي اتنين. يبقى انا دلوقتي اقدر من المعادله دي اقدر اطلع مين؟ واي اتنين. عمليه في منتهى البساطه. طب اسالك سؤال، هو الفلو اللي داخل ده صاب ولا سوبر؟ ما نفس الكلام اللي كان هناك، ايه المشكله؟ تعمل لي تشيك عليه، اعمل ازاي؟ لا اما احسب الفريود نمبر، لا اما اقارن الواي بالواي كريتيكال، لا اما الحاجتين التانيين بلاشهم اللي هو السرعات والسلو كريتيكال بلاشهم، خلينا في الواي كريتيكال او في فريود نمبر. بس كده، ادي كده السلايد دي يا جماعه. شوف بس خلي بالك بقى، بص بص عقبال ما تشوفوها، هنا بي 2 دي الحاله السهله ان هي اكبر من البي مينيموم. يعني ايه بقى؟ يعني ايه ده؟ انا هتكلم في الجزء ده بقى كمان بمعدل اهدى شويه من الجزء الاولاني. بي مينيموم ده يعني، تعالى لي على هنا على الرسم، يعني اقل عرض اقدر اعمله، اقدر اعمله ها مين يكمل؟ بدون ما تحصل مشاكل في الاب ستريم. يعني مشاكل فهمناها بقى، فهمناها بدون ما يعني ايه؟ يعني يحصل ايه؟ زياده تبقى واي واحد داش، ويحصل الهيدنج اب والقصه دي. ده تاني، يبقى البي مينيموم هنا اقل عرض اقدر اخنق بيه المجرى ده، ده بنسميه الكونتراكشن، الخنقه دي، بحيث ان ايه؟ ما يحصلش الايه اللي هو الهيدنج اب. طيب يعني لو انا قللت عن البي مينيموم يحصل؟ يحصل، وده اللي هنشوفه. لكن انا عندي ماله دلوقتي؟ عندي هنا العرض اهو بي 2 اللي موجود اكبر، يعني بالبلدي كده لسه الوضع ما اتخنقش قوي، الوضع مريح، فبالتالي ما دخلناش لسه في مشاكل. طب الكلام ده لو انا بشتغل معادلات، طب ما تيجي نشوف على الرسمه. لو انت عامل على الرسمه مش هتحفظ حاجه خالص. بص على الرسمه بقى، تعالوا لي هنا، استعدوا بقى عشان تشتغلوا. يلا يا شباب اشتغل معايا. بص اللي معلوم الكيو كابيتال معلوم، خلاص بي واحد معلوم، بي اتنين معلوم، واي واحد معلوم. بس يبقى كده كام عندي؟ اربع حاجات معروفين، وانا عايز مين؟ واي اتنين.
يلا مين يحب يشتغل معايا؟ ادي واي واحد عندي صح اهي. يلا كملوا بقى. بنساوي معادلتين ببعض ونجيب اللي هو واي اتنين. اه نساوي بس لا خليك واحده واحده بقى، يعني نحسب اي واحد الاول، نحسب اي واحد، نعرف نحسب اي واحد. اه بس خلي بالك هنا بقى مش كيو اي كيو، لا يبقى هنا لما احط واي واحد يبقى معايا هنا كيو واحد، يبقى معايا مين؟ واي واحد. اللي هي فين يا جماعه اللي هي النقطه دي؟ للفهم بس، لكن انت مش هشتغل على الجراف. خلاص ادي واي واحد معاها مين؟ معاها ده الازرق ده اللي هو كيو واحد انا مشاور عليه تحت اهو، والاخضر اللي هو كيو اتنين، وقلنا ان الكيو لما بتكبر الكيرف بيطلع لبره. حلو، يبقى تاني يا شباب، يبقى هنا واي واحد ومعايا واي واحد ومعايا كيو واحد، عرفت اي واحد. ها مين يكمل؟ مين يحب يكمل بقى؟ اي اتنين ها هي نفسها اي واحد. مين اللي قال؟ تعالى لي هنا، اي اتنين اهي واي واحد اهي، فزي ما انت شايف هما الاتنين قد بعض بس خلاص. يبقى انا عرفت اجيب مين؟ اي اتنين. اقوم لاعب مع مين بقى؟ مع الاخضر ولا مع الازرق؟ حد يجاوب عشان يجيب واي اتنين. العب مع مين؟ مع الاخضر. الاخضر ده اللي هو مين؟ كيو اتنين. طب العب معاها ازاي؟ ما انا ما عنديش الجراف. مين يلعب بقى معايا هنا؟ تبقى هنا حد يجاوب، يبقى ايه؟ اتنين بتساوي واي اتنين، وهنا كيو اتنين، وهنا مين؟ واي اتنين. اللي صاحي معايا مين فيهم اللي معروف ومين فيهم اللي مجهول؟ دي اتنين معروفة؟ ها معايا يا شباب؟ ايوه معروفة لانها بتساوي واحد. تمام برافو عليك، اي 2 بتساوي اي 1 صح. طب وكيو 2؟ اه طبعا اللي هي كيو على بي 2 بس. يبقى انت هتعمل هنا سولفر بحيث تطلع واي 2 از تشيك ليك ان هي تبقى اصغر من الواي 1، ولو انت جايب الواي كريتيكال وما اشتغلتش بالفريود نمبر يبقى تشيك برضو ان هي اكبر من الواي كريتيكال. بس يا شباب ادي العمليه في منتهى البساطه. يبقى انت ايه حضرتك بترسم الجراف وبتعمل كروكي، بترسم كروكي عشان بس للفهم. انا بقول لك في ناس بيقوموا محافظين كل الحالات ورص، لا انت راسم كده بيسهل لك الموضوع جدا جدا. اي سؤال في الموضوع ده؟ ليه بقى؟ لان انا داخل على الحاله الثانيه. بص دي كيس واحد ايه، ان العرض هنا لسه كبير، لسه ما دخلناش في المشكله، اكبر من البي مينيمم. طب تعالوا بقى نشوف لو هو وصل للبي مينيمم ايه هو بقى لما يحصل بي مينيمم. تعال اقول لك هيحصل. بصوا يا شباب بقى، انا دلوقتي عندي الجراف اللي عدى كان باين ازاي. الخط الاول اللي هو 45 درجه، اصحى لي بقى في الحته اللي جايه دي، لو عديناها يبقى عدينا ليا يعني اكتر حاجه مهمه في الجزء الثاني في المحاضره دي. بص بقى ده اللي هو كيو 1 حلو، كيو 2 كانت جايه كده اهي. بص انا بحب ارسمها لك بدل ما اقوم قايل لك ادي الرسمه ايه موجوده والسلايد، وتقوم ايه ادي الانرجي. حلو قوي قوي، وادي اي واحدة. طيب بص بقى يا شباب، انا دلوقتي الكيرف ده كان بتاع كيو 2 اللي هو كيو على بي 2 حلو، بس انا بقى رحت خانق اكتر من اللازم او اكتر من المره الاولانيه، فوصلت لعرض ده بي مينيموم. يعني خلي بالك المره دي يا شباب ان العرض اللي انا بقسم عليه قل كمان، فلما قل تبقى الكيو 2 اللي طالعه دي ها مين يجاوب بقى، اكتر ولا اقل من كيو 2 اللي قبل كده في الكيس الاولانيه؟ اكبر. اكبر ليه؟ لان انا قاسم دلوقتي على مين؟ على عرض اقل كمان من العرض بتاع المره اللي عدت. يعني اهو بصوا يا شباب عشان ما حدش يتلخبط، يعني المره اللي عدت كانت كده اهو، حلو كانت مريحه اهي دي بي 2، فانت بتقسم هنا على عرض كبير شويه، لكن هنا العرض قل فبالتالي الكيو هنا زادت، فلما زادت ودي مينيمم فراحوا مسمينها كيو ماكسيمم. كيو ماكسيمم حلو، واحنا اتفقنا ان هي زادت، وزادت يعني معنى كده ان هي هتسيب الكيرف ده وتتحرك يمين. ليه؟ لان قلنا في الفاميلي كيرفز كل لما الكيو بتزيد بتطلع لبره صح، فبالتالي الكيو بتاعتك ماكسيمم تزيد يعني تطلع لبره، يعني هيبقى الكيرف بتاعك جاي كده يقعد يزيد 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 لغايه ما في لقطه، ها في لقطه هي دي بقى مفتاح الحل، ان يا دوب يا دوب يا دوب الكيرف بتاعك اللي هو يوصل لمين؟
ليه؟ يبقى مماس للخط بتاع الانرجي. ما ينفعش بقى خلاص، ما ينفعش اطلع براه. ما هو بص تعالوا كده بره الرسمه دي يا جماعه، لو انا عندي كده وعندي الكيرف بتاع الانرجي كده، وعندي اسف اللي هو السبيسيفيك انرجي، وان وعندي الخط بتاع الانرجي كده، ايه معناه كده؟ معناها ان مفيش فلو يقدر يمشي بالطاقه دي يعدي لك الكيو دي. وانت حاول ازاي؟ حاول مع نفسك كده ان انت حطها في السولفر، مفيش، مش هيدي لك اي ارقام، ما في، لان الخط بتاع الانرجي ما بيقطعش اصلا الجراف ده، تمام؟ فبيحصل هنا يا شباب بقى، خلي بالك ان الحاله دي يبقى دي عندها اسمها ايه؟ كيو ماكسيمم، اللي هي بتساوي الكيو ماكسيمم دي بتساوي ايه بقى؟ بتساوي الكيو على البي مينيمم. طب عشان اروق لك الرسمه بقى نعمل ايه يا شباب؟ نعمل ايه يا جماعه؟ نشيل الكيرف اللي في النص ده، ده كان للشرح بس، او لما كانت الحاله سهله. يعني ايه الحاله سهله؟ يعني بي 2 اكبر من البي مينيمم، الحاله دي بي 2 اكبر، اشيلها. فالجراف كده يروق خالص، يبقى لما يروق كده يبقى شكله ازاي بقى؟ وتعالى لو عملنا الخطوه دي يا جماعه هتبقى العمليه بسيطه جدا. بص ده الجراف الاولاني اللي هو كي 1 زي الفل، وادي معاه الانرجي اهي، يبقى ده بتاع كي 1. عندنا كي 1 عندنا، وعندنا النقطه دي ايوه اللي هي واي 1 تمام، وعندنا الانرجي ايوه ده احنا حاسبينها اللي هي معادله الانرجي اللي هي مين؟ واي 1 زائد كي 1 سكوير على 2 تمام، 2 جي واي 1 سكوير. حلو قوي. ايه بقى الجديد بقى هنا؟ الجديد ان في خط بتاع السبيسيفيك انرجي الجديد اهو، خلي بالك بقى كيو ماكسيمم، اصحى لي بقى في الحته دي، اللي فيكم يجاوبها خلاص هيريح اعصابه بقى. العمليه هنا دي اكتر حاجه محتاجه تركيز في المحاضره كلها، مش في الجزء الثاني، في المحاضره كلها. كيو ماكسيمم بتساوي كيو على بي مينيمم، وانا عايز مين؟ انا عايز البي مينيمم اللي هو اقل عرض اقدر اعمله هنا، اقل عرض اقدر اعمله بدون ما يحصل مشاكل في الاب ستريم، يعني خليه ماشي بواي واحد في الاب ستريم. حلو. والكيو كابيتال عندنا خلاص. انا ممكن اوري لك الحل، بس عايزك ترهق تفكيرك كده، عارف يعني في ناس هيجيبوها في ربع دقيقه، وفي ناس هيجيبوها في نص دقيقه، وفي ناس هيجيبوها في دقيقه. ازاي اجيب البي مينيمم بالمعلومات اللي قدامكم دي بس؟ كمساعدة اكتب لك القانون بتاع الواي كريتيكال، جذر التكعيبي لكيو سكوير على بس كده. مين بقى شاطر كده يركز معايا ويقول لي هنحسبها ازاي اللي هي البي مينيموم دي؟ دكتور هو السكشن ده ريكتانجولر عشان نستعمل القانون ده؟ تمام. احنا كل المحاضرة زي ما قلت لك شرحها كلها على الريكتانجولر، غير كده بتبقى العملية أصعب شوية. هي في مسألة واحدة في الشيت أو يمكن اتنين بس، يعني مش بنخش فيها جامد علشان أنا عارف بيبقى القطاع أصعب في الدراسة. تمام. طيب فكروا بقى معايا، أساعدكم شوية، أساعدكم. بص مش أنت عايز البي مينيموم والكيو عندك مجهولة الكابيتال، يبقى أنت عايز الكيو ماكسيموم. ما أنا مش عندي، ما أنا لو عندي كيو ماكسيموم خلاص كنت أجيب بي مينيموم في منتهى البساطة. حلو. يبقى انا عايز اجيب الكيو ماكسيمم. طيب اجيب بقى الكيو ماكسيمم ازاي بتاعت الكيرف ده؟ اجيب الاي مينيمم عن طريق اللي هي 1.5 واي كريتيكال. خلصت كده، خلصت. وبعد كده اقعد في القانون بتاع الانرجي. الله يفتح عليك. بص بقى اي واحد اهي، الاحظ بقى ان اي ما خلي بالك واي واحد عندي، اي واحد عندنا وانرجي واحد عندنا. القط معايا الحته دي اكتر حاجه محتاجه تركيز في المحاضره كلها، تمام؟ ودايما هتحتاج ان انت تذاكرها لغايه ما تلزق في دماغك كده. بص اي انرجي دي هي المينيمم للكيرف ده، مش لاي كيرف، فبالتالي يبقى 1.5 واي كريتيكال لدي. يبقى هنا انرجي واي واحد دي هي 1.5 من الواي كريتيكال، بس ما ينفعش بقى المره دي اسمي واي كريتيكال، ما هي دي واي كريتيكال برضه. مش معايا يا شباب؟ ما دي واي كريتيكال ودي واي كريتيكال. لا ندلعها شويه نقول دي واي كريتيكال بتاعت الكيو ماكس، وهتلاقي الاجابات كده في المودل انسر ان شاء الله، والمعيدين المفروض ان هم برضه بيتبعوا المودل انسر. فتاني بقى يبقى دي عشان هي المينيمم لده اللي الكيرف ده، يبقى اي واحد اللي هي عندنا بتساوي 1.5 واي كريتيكال
بتاعت كيو ماكسيمم بقى عشان ما اقعدش اكتبها كتير. الكيو ماكسيمم يبقى انا كده من هنا اجيب الواي كريتيكال للكيو ماكسيمم جبتها كرقم. ها اعمل ايه زي ما قال زميلك بقى اهو، يبقى واي كريتيكال بتاعت كيو ماكسيمم عندنا او داخل في المعادله دي مطلع كيو مين في المعادله دي او مطلع كيو ماكسيمم. اخيرا الكيو ماكسيمم بتساوي ايه؟ كيو على بي مينيمم، اطلع البي مينيمم. بس انا عيدها تاني وتالت لان هي دي اهم حاجه في الموضوع كله، يعني اهم من حل المساله. المساله هتتتبع نفس الخطوات هي ايه، وانا حطيت لك مساله بالارقام تمشي عليها بالظبط في المعادله. خلاص يا شباب نشوف العمليه بقى دي كده على ايه، يعني صوره نظيفه وكده. تعال بص بقى، ادي الخط الازرق ماشي، وادي الانرجي اهو. خلاص الخط الاخضر ده اللي هي كانت كيو 2 لسه في الامان. يعني ايه في الامان؟ يعني البي 2 مريحه، مريحه يعني اكبر من المينيمم. تمام مفيش مشاكل. وادي الخط بتاع الانرجي بيقطع عندها وايت. زي ما قلت لك بقى، كل لما انت تخنق الكيرف يطلع لبره، يطلع لبره لغايه ما بدا يبقى مماس. بس اخد صوره هنا بقى دي. اشيل بقى الاخضر خلاص، انا مش عايز الحاله دي، انا عايز الحاله اللي هي عملت لي اللي هو على بدايه بقى حدوث المشاكل، بدايه حدوث المشاكل. يبقى بالتالي اهو تعالوا بقى نشوفها. ادي الرسمه بقى، الخط الازرق اهو والخط الاخضر شلناه بتاع البي اكبر من البي مينيمم، واصبحت هنا كيو على بي ايه، كي على كيو بي مينيمم. طيب نعيدها بقى تاني اخر مره اهو يا شباب. بص بقى، ادي الواي واحد عندي على مهلي خالص اهو، كيو واحد اللي هو الازرق ده عندنا. نقولها ازاي؟ كيو على بي واحد، سهله جدا. تقدر تحسب معادله ال واحد، الخط ده كده يحسب لك اي واحد. طب بص على الرسمه بيقول ايه، بقول ان اي واحد اللي انا لسه جايبها هي نفسها لك. ها بانت كده الصوره يا شباب، باين عندكم؟ باين. ها طيب، يبقى انا دلوقتي يا جماعه الانرجي اللي انا جايبها اي واحد هي نفسها المينيموم. اللي مش فاهم يسال، باين على الرسمه. يعني انت دلوقتي الاي واحد كرقم هو خلاص بقى المينيموم. حلو، يبقى انا المينيموم ده عارفه. وزي ما قال زميلك من شويه، المينيموم ماله مال النقطة دي هو واحد ونص من الواي كريتيكال دي. يبقى أنا من هنا أقدر أجيب واي كريتيكال. خلاص جبت الواي كريتيكال، أعمل إيه؟ أطلع وأدي المعادلة، واي كريتيكال جذر التكعيب الكيو سكوير، أجيب الكيو ماكسيموم، وأدي الكيو ماكسيموم كيو على بي مينيموم، أقدر أطلع من هنا البي مينيموم. طب تعالوا لي على الرسم كده نشوف في الإليفيشن، نحط بياناتنا. أدي بي واحد وأدي بي اتنين اللي هي بي مينيموم، وعندها كيو ماكسيموم قلنا اللي هي إيه؟ كيو على بي مينيموم. وهنا الواي واحد. الله، امال الدبس هنا، الدبس هنا اللي هو واي 2 اجيبه منين؟ ما تيجي هنا نشوف اهو، اهي ادي اللي هو المينيمم انرجي هنا مع الكيرف الاحمر اللي هو بتاع الكيو ماكسيمم ده اهو. ليه؟ لان الميه اللي ماشيه هنا مين يا شباب؟ كيو ماكسيمم اهي. يبقى كيو ماكسيمم موجوده في المنطقه دي، يبقى معاها الواي كريتيكال بتاع الكيو ماكسيمم اللي هو دي واي 2. تمام، يبقى الدبس عند الكونتراكشن، عند الكونتراكشن بيساوي الواي كريتيكال لكيو ايه، لكيو ماكس. حط الصوره دي في دماغك اهو يا شباب، وايه يعني سيفوها كده في ربع دقيقه. اللي عايز يسال اي سؤال، ان هو زي ما بقول لك كل لما تيجي تذاكر هتلاقيك دايما ناسي الحته، دايما ابتديها منين، هي الحته. شوف كده اللي عنده اي سؤال. تمام كده يا جماعه، مفيش حد عنده سؤال هنا. تمام ننقل. ها شباب معايا؟ تمام يا دكتور. طيب تعالوا بقى في اخر حاله، اخر حاجه. لا ده شرح، شرح اللي انا بقوله بقى، شرح اللي انا قلته كده. بس انا بحب دايما اشرح الجراف ده، اللي هو الناس بقى اللي بتحب تحفظ المعادلات والطريقه، او نفس الكلام لما انت تكون حاطط بس تحط الجراف قدامك هيوضح لك العمليه اكتر بكتير من واحد ايه يحفظ المعادلات دي، ما فيهاش اي كلام. لا انا بص، خلي بالكم في حاجه بس اهو، ده الماكسيمم كونتراكشن، اكبر خانقه بتحصل، او اللي هو المينيمم بيد ويتس
بس بدون ما يحصل افكتنج في الاب ستريم ووتر ليفل. فاهمين يا جماعه؟ يعني تاني اهو، يعني انا عايز اقل عرض هنا، او بيسموها اكبر خانقه ماكسيمم كونتراكشن، او اقل عرض، تمام، بحيث ان ما يحصلش مشاكل في الاب ستريم. وفاهمين يعني ايه مشاكل؟ هو مش هيجي يقول لك مشاكل، لا، بدون ما يحصل تاثير في الاب ستريم، يعني ما يحصلش هيدنج اب في الواي واحد، تمام كده. طيب تعالوا نشوف الحته اللي جايه بقى، بصوا لي كده في الجزء ده برضو، احب اشرحه لك كده في السلايد دي كده، وبعدين ابقى اشوف الشكل بقى. دي كي واحد الغلبانه بتاعت زمان اهو، اللي هي فين؟ في الاب ستريم. بقينا بقى بنقول المصطلحات بقى، كي واحد معاها مين؟ معاها واي واحد بفرض ان هي سب كريتيكال، وبعدين ادي ايه الانرجي اي واحد، وعرفنا كويس جدا واي واحد عندنا ها كي واحد بيساوي كيو على البي واحد، انرجي واحد اعرف اجيبها من المعادله. طبعا انا قاطع في النقطه دي، الخط ده مكسور غلط، يعني المفروض ايه يبقى دي كده عدل لغايه كده. حلو، انا كده عندي اي واحد، تمام. فين الحاجه اللي كانت خدنا صوره عندها اللي هي كيو ماكسيمم اهي؟ اصحى لي بقى في الحته دي، الشاطر اللي يجاوب. يعني كيو ماكسيمم كانت كده، انا مش عايز بس ارسم عشان ابوظ الرسم. حلو، كيو ماكسيمم دي كانت بتساوي ايه بقى؟ كانت بتساوي كيو على البي مينيموم. طب انا المره دي بقى ايه اللي حصل يا شباب بقى؟ الحاله الثالثه والاخيره بقى، ان البي 2 دخلنا في المشكله، يعني خنقنا اكتر، يعني بقت اقل من البي مينيموم. يبقى ايه رايك بقى؟ يبقى هنا دي اسمها كيو ايه؟ كيو ماكسيمم، معروف. حلو، لكن هنا دي هسميها ايه؟ كيو 2 عاديه بقى، تمام. بس ايه رايكم بقى، مين الاكبر؟ فكر شويه كده وقول لي. بس تعالى اسمي دي كيو 2 داش في الحاله دي. فكروا بقى شويه، انا هنا عملت ايه في الحاله بتاعتي هنا الجديده دي؟ بص، ادي البي مينيموم اهي، واحنا بنرسم تو سكيل يعني، رحت جاي انا عامل بي 2 بقى اصغر من المينيموم كمان. بي 2 اصغر المره دي من المينيموم، وادي المينيموم. مين فكر بقى كده ويقول لي ايه الوضع دلوقتي؟ ودي البي مينيموم. سؤالي دلوقتي، مين الاكبر؟ كيو 2 داش ولا الكيو ماكسيموم؟ كيو 2 داش. ليه يا جماعه؟ عشان قسمت على مين؟ على العرض الصغير قوي، فبالتالي كيو 2 ايه؟ بقت اكبر من الكيو ايه؟ ماكسيموم. يعني ايه اللي يحصل بقى؟ بص بدون ما ارسم اهو، ادي الكيو ماكسيموم كانت كده، كانت كده صح؟ لا، ده دلوقتي بقت اكبر، يعني وقلنا لما بيكبر كيو الكيرف بيطلع لبره. اصبح الكيرف جاي بالمره دي بالشكل ده، واقوم مسميه كيو 2 داش، ونهدى شويه وما تستعجلش في الحل لغايه ما نفهم بس الموضوع ماشي ازاي. اهو سيبك انت من الحل دلوقتي، انما اللي مش فاهم الكلام ده حصل ازاي يقول لي. يبقى بي 2 اللي هنا دي اقل من البي مينيموم اللي هي فين؟ اللي هي عندي الحاله دي. حلو، طب ايه اللي بيبقى عندنا يا شباب ومطلوب مني ايه؟ واي واحد عندك، كي واحد عندك، اي واحد عندك ايه؟ حلو، عندنا اللي انا مديهولك بقى المره دي بي 2، وانت متاكد ان هو، او انا مديلك معلومات ان هو ماله اصغر من البي مينيموم. حلو، يبقى دي عندك، وكيو اصلا انا مديها لك، يبقى عرفت تحسب كيو 2 داش. حلو، اكمل ازاي بقى؟ عشان اكمل بقى يا شباب، خلي بالك معايا، خلي بالك معايا، ده في البلان اهو اتخانق كده بقى بي 2. حلو، اللي هي اقل من المينيموم. طب تعالى في الاليفيشن، الاليفيشن اهو، الاليفيشن الميه جايه من بعيد اللي هو الايه؟ الاب ستريم، واي واحد ومعاها طاقه سبيسيفيك انرجي اسمها اي واحد. بص اللعب مع الاليفيشن والبلان هنا جميل جدا، ومعاها الميه اللي ماشيه مين؟ كيو واحد، تمام كده. طب مش انتوا يا جماعه متفقين معايا، قلنا ان البي 2 دي قلنا ان هي اصغر من المينيمم، يعني اللي هي هتعمل لي المشاكل بي 2 دي ما عملتش مشاكل، كان في الاب ستريم الدبس ثابت، لكن البي 2 لما قلت عن المينيمم
هتبتدي تعمل لي هيدنج اب وتعمل لي ايه تاثير على الاب ستريم. يبقى قبل ما تخش على المشكله دي تمام، زي ما حصل هناك برضو في الهام، الميه هتقعد تتجمع مع الوقت كده بطاقه بدبس اسمه واي واحد داش، ويبقى الهيدنج اب اللي حصل اللي هو واي واحد داش ناقص واي واحد، ده الهيدنج اب اللي حصل. والطاقه هنا السبيسيفيك انرجي اللي هي اتجمعت بتاعت الميه بقت عندنا اسمها اي واحد داش، اي واحد داش اهي تمام. نفس الموضوع بالظبط كده يا شباب، الميه بتعمل الكلام ده بحيث برضو ان هنا الطاقه بتاعت الجزئيه دي، ايه هي الجزئيه دي اللي هي اسمها كيو 2 داش، الطاقه اللي هنا دي تبقى اقل حاجه عشان ما تتعبش نفسها اكتر من اللازم. الطاقه ده في المشكله اللي نفسها دي اسمها اي مينيموم. طب وهنا امال الكيو اللي ماشي هنا كان اسمها ايه يا جماعه؟ لا لسه زي ما هي كيو 1. فين الكلام بقى ده على الرسمه دي يا شباب؟ بص كده معايا، بص كيو 2 داش فين على البلان؟ انا ماشي بشويش خالص اهو، كيو 2 داش فين في البلان؟ اهو اللي هي دي. طب فين المينيموم بتاعها؟ النقطة دي. يبقى النقطة دي هي اللي عندها الطاقة المينيمم للكيرف ده، ولاحظ ان المسافة دي الانرجي هنا هي نفس المسافة دي، يعني الحتة دي هي اللي اسمها اي واحد داش. تاني يا شباب، تاني الحتة دي انا عندي في الخانقة اللي هنا، في الخانقة اللي هنا لازم تبقى اقل طاقة، احنا قلنا زي حالة الهامب برضه انا عايز اقل طاقة عشان المية تعدي بيها وخلاص، يبقى اقل طاقة دي اي مينيمم. اي مينيمم هنا على الرسمه هي نفسها اي واحد داش، يبقى ادي المينيمم للجراف ده، الجراف ده بيسميه اي واحد داش اهو. طيب الدبس اللي هنا، الدبس اللي هنا ده هتلاقي في ناس فيكم يجاوبوا دلوقتي على طول، هي الواي 2 هتساوي واي كريتيكال، بس مش لاي كيو، بص على الجراف وجاوب، تبقى واي كريتيكال بتاعت مين؟ كيو 2 داش، صح ولا لا؟ بص كده النقطه دي هي المينيمم للمين؟ لكيو 2 داش، يبقى واي كريتيكال بتاعت كيو 2 داش. طيب عايزين بقى نقفل الحته دي يا شباب، مين يجيب لي على الجراف اللي قدامنا ده يبقى صح 100% يجيب لي بقى الدبس واي 1 داش؟ انا عارف، بص هساعدك شويه، انا عارف اي 1 داش وعارف ان اللي ماشي معاها كيو 1، بس كده انا اديت لك مفتاح الحل اهو، انا عارف ان الطاقه هنا جاست اب ستريم اسمها اي واحد داش، والميه اللي ماشيه كي واحد. ها مين جدع بقى يقول لي اجيبها ازاي هنا على الرسمه؟ ادي اي واحد داش اهي، يبقى هنعمل ايه؟ ها يبقى هنطلع كده لغايه ما نخبط في مين بقى؟ الكيرف اللي هو بتاع مين؟ واحد، واقوم داخل كده جايب الواي واحد داش. طيب خلي بالك معايا، انت دلوقتي أرهقت تفكيرك معايا على اساس قاعدين نفكر مع بعض، لكن انت طبعا لما تيجي تحل مساله زي كده ما فيهاش يعني ما فيش لعب وما فيش مشاكل، انت على طول بتبقى عمليه في دماغك وعارف انت هتعمل ايه. فتعالوا نشوف احنا هنعمل ايه بقى من الاخر، يعني بس كده شرحنا قلنا ايه اللي هيحصل وان في هيدنج اب زي الحاله اللي هناك. ايه الهيدنج اب اللي هنا؟ واي واحد داش ناقص واي واحد. ارجع للرسمه بتاعت الهام هتلاقي كان هنا اي واحد وكان هنا اي واحد داش، وهنا في الحته دي كان اسمها اي مينيموم، نفس الكلام، بس الفرق ان كان هناك في دلتا زد، هنا مفيش دلتا زد. طيب تعالوا نبص اهو على الرسمه بعيد، هنا نفس الكلام، لا انا خلاص سبت الخط الاحمر وهشتغل بقى مع واحد جديد اللي هو الاسود ده اللي هو بتاع كيو 2 داش، يعني ده اللي هو لما خنقنا العرض اكتر من المينيموم، ده كيو 2 داش. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه، بصوا لي بقى على هنا ونقول بقى ان احنا داخلين فين يا شباب؟ داخلين بقى خلاص، يعني سيبك بقى من ان احنا نفهم، لا خلاص عايزين نحل. فبص اهو بشويش كده قبل ما تحل، واي واحد جيفن، الدبس اللي فين؟ في الاب ستريم. طيب واي واحد داش الدبس، مين جدع يكمل لي الكلام؟ جاست اب ستريم الكونتراكشن اللي هي الحته دي، ده اسمه ايه تاني؟ جاست اب ستريم الكونتراكشن. خلاص؟ طب والواي 2 ده الدبس اللي فين؟ اللي هو ويزن الكونتراكشن، جوه الكونتراكشن هنا، ده الواي 2. هو بيبقى عايز الواي 2 وعايز الواي 1 داش، وممكن يطلب الهيننج اب اللي هو الفرق ما بينهم، بس دول اللي انا عندي بس عليهم الصح. بي 1 عندنا
طب وبي 2 عندنا؟ ايوه بي عندنا. ليه؟ لان انا عارف ان هي اصغر من المينيمم. عارف منين؟ لا اما يقول لك صراحه، لا اما زي مسائل الشيت كده يخليك تجيب البي مينيمم الاول زي ما عملنا من شويه كده، وبعدين تبتدي يدي لك بي 2 تكتشف ان هي اصغر من المينيمم، يبقى انت في الحاله. طيب انا اسكت خالص يا شباب دلوقتي، احط لك علامه صح بس على الحاجات على الجراف، واسيبكم يعني ربع دقيقه نص دقيقه افكر فيها، ولو انت جبتها لوحدك مش هتحتاج ان انت كل شويه تقعد ايه تذاكرها الحته دي، لا خلاص هتبقى لزقت في دماغك. تعالوا نشوف هنعمل ايه. انا عندي الواي واحد حلو، وعندي الكيرف الازرق كي واحد. عندنا منين؟ من هنا كي واحد سمول بتساوي كيو كابيتال اللي هو مديها لي طبعا على العرض اللي هو بيوحي. حلوة، يبقى كيو اللي بالاحمر دي موجودة. اخش على الجراف اللي فاهم بقى كلامي، خلاص زهقنا يعني، اقوم جايب اي واحد. اسف مش النقطة دي، النقطة دي يا شباب النقطة دي صح، واي واحد مع النقطة دي انزل اجيب اي واحد. حلو، فين انا ما عنديش جراف، يبقى استخدم المعادلة دي بس اصحالي المرة دي اعمل ايه بقى؟ اقول واي واحد معلومة، كيو واحد معلومة، واي واحد معلومة، اطلع منين اي واحد؟ يبقى اي واحد معلومة. يبقى انا عندي اي واحد اهي، وعندي مين؟ وعندي الواي واحد. خلاص؟ فكروا بقى لمدة نص دي اهو. حلو، خلي بالك معايا. ايه اللي عايزه؟ عايز واي واحد داش، اللي هو الفرق ما بينهم الهيدنج اب. تمام. حاجة تانية، عايز اللي هي اي واحد داش، اللي هو الزيادة اللي حصلت في الطاقة، ممكن ما يطلبهاش بس انت كده كده بتبقى محتاجها. يبقى انا عايز الواي واحد داش والاي واحد داش. طب ودول؟ دول يا جماعة اسمع صوت حد فيكم كده، هل الكيو 2 داش معروفة ولا مجهولة زي ما كانت حالة الكيو ماكسيمم لو تفتكروا كانت مجهولة؟ ها مين جدع يقول لي كيو 2 داش معروفة في مسألتنا هنا ولا مجهولة؟ يا شباب معايا؟ وأحسب على حسب البي اللي هو مديهاني واشوفها الاول. طبعا طبعا زي ما قلت كده، ما هو مدي. امال انت عرفت منين ان انت في الحاله دي؟ عرفنا منين ان بي 2 زي ما بقول لك بيقول لك صراحه ان هي اصغر من المينيمم، او يخليك بقى تجيب البي مينيمم وتكتشف بعد كده ان بي 2 اصغر من المينيمم، يبقى انت في الكيس دي. خلاص يبقى كده كيو 2 داش عندنا بس كده. يلا مع بعض بقى كده نفكر، انا عايز كام حاجة؟ عايز واي واحد داش، وعايز اي واحد داش، وعايز واي اتنين اللي هي الواي كريتيكال، بس مش اي كريتيكال، بتاعت اللي هي واي كريتيكال للكيرف الاسود اللي هو كيو اتنين داش. قدامك بقى في ناس هيجيبوها بقول لك في ربع دقيقة، وفي ناس نص دقيقة، وفي ناس مش هيعرفوا اللي هم مش مركزين اصلا معايا. فقدامك اهو، انا هسكت خالص ومحدش يتكلم حتى في اول ربع دقيقة كده، الناس تجمع افكار. في حد بدأ يفكر معنا؟ أداء وربع دقيقة عدت اهي، أملنا بقى في ربع دقيقة اللي جاية دي. عايزين حد يقول يا جماعة كده، الواحد يزعل قوي. أجيب الإي داش بأن أنا أضرب واحد ونص في الـ في الكيو الواي كوريكتر الواي سي كريتيكال. بس خلي بالك ما عندكش الواي كريتيكال في الكيو 2. ايه استنى، انت ما عندكش الواي كريتيكال لسه. كويس، ما اجيبها بالكيو 2، يبقى تجيب الاول واي كريتيكال صح؟ تمام. تمام، يبقى اول خطوه زي ما قال زميلك كده، قوم طالع في المعادله بتاعت الواي كريتيكال اهي. انا عايز واي كريتيكال لمين؟ واي كريتيكال الكيرف الاسود، يعني كيو 2 داش مش الكيرف الازرق، يبقى كيو 2 داش. يبقى انا هحط هنا كيو 2 داش، اطلع واي كريتيكال بتاعت، انتهت المساله كده، جبت مين؟ الواي كريتيكال. خلاص كمل بقى زميلك اللي كان بيتكلم معايا دلوقتي. يبقى بعد كده اقوم جايب مين؟ اي واحد داش، اللي هي بقى زي ما انت قلت بتساوي واحد ونص في الواي كريتيكال دي. ليه؟ لانها المينيمم زي ما انتم شايفين باين على الجراف. خلاص كده يا شباب،
حد بقى تاني غير زميلكو ده يكمل كده. جبت اي واحد داش، ها عايز اجيب واي واحد داش، اعمل ايه؟ اه في معادلة الانرجي بس بالكيو اللي هي كيو واحد. الله يفتح عليك، برافو عليك. اللي حافظ بقى، اللي حافظ يعني بيتعب جدا ويقول لك وانا هحط هنا كيو 2 داش، ولا يقعد يبص في السقف والكلام ده. لا بص اهي باينه على الرسمه جدا، انت دلوقتي هتقطع كيو واحد عشان تجيب واي واحد. وسيبك من هتقطع، تعال هنا على الرسمه، تعال هنا على الرسمه. بص فين الطاقه اي واحد داش؟ اهي في الحته دي، مع مين؟ مع كيو واحد، هي دي اللي تجيب لك الواي واحد داش. تمام، مش مع ايه، مش مع كيو 2 اللي هنا، لا مع كيو 1 اللي هنا تجيب لك الواي 1 داش. يبقى انا هنا اقول اي 1 داش هتساوي واي 1 داش، وهنا اللي هي كيو 1 تمام، وهنا واي 1 داش. يبقى هتعمل السولفر بحيث تطلع الواي 1 داش والفرق ده اللي هو الايه الهيدنج. تمام كده يا شباب، بس يبقى احنا كده ايه خلصنا من الموضوع ده. وادي الجزء بتاعها، وده الكلام اللي انا قلته دلوقتي حالا لسه قايل. خلاص اقروا المثال كده، وهنستنى بس ايه دقيقه ونص او دقيقه يعني قبل ما الاذان يخلص، حتى عشان يعني ناخد الثواب وكده. دقيقه واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. نقرا مع بعض بقى المساله يا جماعه. هنا مدي لك السرعه، قطع ريكتانجلر سيكشن، مدي لك الدبس واي واحد تمام. بعيد تاني، واي واحد دي اللي هي المفروض ان هي تيجي من معادله مانينج اللي هو النورمال دبس اللي الميه ماشيه بيه في امان الله بدون ما يحصل اي مشكله. تمام. بعد كده نخش بيقول لك ايه الويتس، اتغير من 2 لغايه متر ونص. تمام، يعني ايه في البلان هذا العرض اللي هو كان الطبيعي ده 2 وده لايه لمتر ونص. طب اسال سؤال كده يا رب حد يجاوب عليه صح، اللي هو سايبك بدون ما يطلب الثلاث مطالب اللي هو زي هناك في الهم، هات الدلتا زد ماكسيموم ومره اصغر ومره اكبر. طيب سؤالي بقى هنا، الواحد ونص متر دي تعرف منين ان هي اكبر من المينيمم وانت مريح، ولا بتساوي المينيمم، ولا اصغر من المينيمم الحاله اللي بيبقى فيها هيدنج اب؟ احسب الاول الحاله الكريتيكال واشوف انا في انهي حاله. برافو عليك، زي بالظبط هناك في الهم تحسب دلتا ده. هو هنا انا ماشي يعني بنمشيها خطوه خطوه كده، حتى بنطلب منك كده يعني حتى لو في الامتحان برضه عشان ما تبقاش العمليه متسابه يعني. فهو زي ما انت شايف كده بيقول لك انا عايز الويتس اللي يخلي لك كريتيكال فلو عند الكونتراكشن وزاوت افكتنج الاب ستريم كونديشن بدون ما يحصل اي تغيير في الاب ستريم، يعني اللي هي ما بين تبقى في دماغك كده ما يحصلش هيدنج اب. وساعات برضو بيطلع جدع كده يقول لك وزاوت ايه هيدنج اب، خلاص يبقى انت فاهم ان هي الحاله بتاعه البي مينيم. خلاص البي مينيم مثلا هتطلع لك متر مثلا، هو بقى بيقول لك طب تاني حاجه، طب شوف لي الدبس في الكونتراكشن لما يكون متر ونص، يبقى ده اكبر، يبقى ده المريح، دي الحاله السهله اللي ما فيهاش لعب.
الحاله الاخيره هي بس يعني انت قلت هيدنج اب ده انت يبقى انا كده مش محتاج حاجه خلاص عارف ان هنا البي 2 البي 2 في الحاله دي ها تبقى مالها اصغر من ايه من البي مينيمم بس ادي يا جماعه الشغل وهتلاقي كده الشغل في الشيت ومفيش اكتر من كده تمام بس عايزين ايه ان انت تبقى متدرب كويس على الكلام ده نحل اول ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء خلاص من المحاضره دي ومع الدكتور اول حاجه تعرف نوع الفلو صاب ولا سوبر كريتيكال ادي اول حاجه خلاص تاني حاجه زي ما قال زميلك بس احنا بقى اللي بندلك هنا على الخطوات احسب لنا البي مينيمم اه طيب تعالوا بالارقام نشوف خلاص مفيش شرح ما ده نفس الكلام اللي احنا ايه قلناه قبل كده هنا كنوع من التغيير بدل ما تجيب الواي كريتيكال وتقارن بيها لا بيحسب لك الفريود نمبر فريود نمبر في على جذر جي واي عندك السرعه وعندك الدبس 2.5 طلع 0.3 يبقى اصغر من الواحد سب كريتيكال خلاص انت كده مش محتاج تعمل تشيك على اي حاجه ثانيه هي بطريقه واحده تجيب فريود نمبر او قلنا تقارن بالواي كريتيكال والكلام ده طب امال الكلام ده يا ده اللي هيبص فيه بقى يقعد يحفظ لا 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 اديني الرسمه وانا اشتغل عليها اللي عاوز يعمل طريقتي كده اللي عاوز بقى يرص قوانين ويرص ايه براحته فانا الرسمه بتاعتي كده يلا يا شباب نحل مع بعض الواي واحد انا فاكر الرقم بتاعها كان 2.5 تمام وكان العرض هنا 2 متر وانا عايز مين عايز البي مينيموم دي مجهوله البي مينيموم دي مجهوله عايزها طب على مهلي كده خالص الكيو واحد بتساوي ايه بتساوي خلي بالك الكيو كابيتال بس ما كانش مديها لي لا انا ممكن احسبها عن طريق البي في الواي انا قلت لك تمشي نفسك باي واحد في القوانين دي خلاص فهو كان مدي لك السرعه وكان مدي لك الدبس الدبس اللي هو كان هنا 2.5 وكان مدي لك السرعه تمام فانا دلوقتي اقدر احسب مين كيو واحد اللي مش فاهم يسالني على طول اول ما تجيش في الاخر تقول لي مش فاهم ادي كيو واحد اهي اعمل عليها صح حلو وعندي مين وعندي الواي واحد حلو طيب انا ممكن لا انا مش ممكن بقى ده احنا شرحنا الكلام ده انا استنى بقى ايه تشتغلوا معايا انا عايز في النهايه ان انا اجيب بي مينيمم بس خلي بالك انت ما عندكش بي مينيمم انت ما عندكش كيو ماكسيمم يلا قلناها في وسط الشرح بقى واحنا شغالين نعمل ايه خطواتنا بقى يلا هساوي الاي اللي انا جبتها دي في الاول بحسب انرجي واحد برافو عليك احسب انرجي واحد منين من المعادله دي طب ايه بعد كده اسويها بص على الجراف وانت بتقص احط واي اي وكيو اي احط واي واحد اللي هي 2.5 واحط معاها مين كيو واحد عشان انا شغال على الازرق يبقى ليا كيو واحد اقوم داخل في المعادله هنا حاطط واي واحد وكيو واحد وهنا واي واحد جبت اي واحد خلاص يا ريس يبقى جبت اي واحد مين يكمل بعد زميلك؟ هساوي اللي هو اللي انا جبتها ديت بواحد ونص في واي كريتيكال جبت الواي كريتيكال واحد زي ما قال زميلك بالظبط هي نفسها المينيموم بتاع بس يبقى دي هي دي يعني دي طلعت 2.6 مثلا يبقى دي 2.6 مالها بقى زي ما قال زميلك دلوقتي حالا هو لاحظ ان دي هي الايه المينيموم يبقى المينيموم ده الرقم اللي انا جايبه ده اللي هو 2.6 مثلا بيساوي 1.5 واي كريتيكال يبقى طلع الواي كريتيكال طلعت الواي كريتيكال موجوده قدامك اهي في الرسمه بدون مشاور بقى نكمل ازاي ها واي كريتيكال عندنا يبقى جذر التكعيب الكيو ماكسيمم اطلع من هنا مين الكيو ماكسيمم اعوض في الاخر كيو ماكسيمم بتساوي كيو على بي مينيمم اطلع ايه البي مينيمم اي سؤال يا شباب في الجزئين نفس الكلام اللي ايه عملناه بس بالارقام هتقعد بقى تحلها بالارقام تمام هتلاقي البي مينيمم طلع لك كام بقى في النهايه 1.4 تمام وده كانت حاجه متوقعه لان هو كان مدي لك عرض بمتر ونص يعني عشان مره يقول لك يعني هي اكبر من المينيمم والحاله الاخيره اللي هي اصغر من المينيمم فدي متوقع ان هي كانت هتطلع ايه اصغر من 1.5 ماشي يا شباب وادي الطريقه اللي هو بقى الكلام اللي احنا قلناه على الجراف هنا بقى مكتوب هنا بالخطوات اللي هو الناس اللي بتحفظ بيقعد يحفظ بقى ايه زي ما اقول لك كده بتبقى حاجه تضايق جدا يعني انما لو انت فاهم الرسمه زي الفل جميل قوي طيب الحاله اللي هو بقى الحاله الثانيه ان العرض بص خلي بالك
اشتغلوا معايا بي 2 الجيفن 1.5 ها اصغر ولا اكبر هنا من المينيمم؟ المينيمم كان 1 وشويه 1.7%، يبقى هنا البي 2 اكبر من البي مينيمم، يعني الوضع هنا وضع مريح، ما وصلناش للمشاكل بتاعت ايه بتاعت الهيدنج اب والكلام ده. طب والرسمه بتاعتها؟ لا ده دي الحاله السهله، دي الحاله اسهل واحده من الثلاث حالات، ولا محتاجه تركيز ولا اي حاجه، اهو قدامك اهي انا برسم كده متعمد عقبال ما انت تجمع في دماغك وتفكر، اهو وادي الكيو 2 اهي. بس قولوا لي انت بقى المره دي مين فيهم اللي معروف وانا اعمل عليه علامه صح. ادي كيو 1 اهي تمام، وادي الانرجي اهي بالشكل ده، ما وصلناش بقى ولا تماس ولا اي حاجه خالص، ولا هيدنج اب ولا كده. النقطة دي اي واحد مع كي واحد مش بنحفظ، بص اهي بص على الرسمة، ادي اي واحد اهي، اي واحد دي مع الكي واحد اللي هنا هتجيب لك واي واحد، يبقى دي اللي هي واي واحد. وبعدين الانرجي واحد هي نفسها اي اتنين على رسمة الاليفيشن، بص على رسمة الاليفيشن وانت فارض ان هي سب كريتيكال او المسألة، لا دي مسألة يبقى هنا احنا عارفين ان هي سب كريتيكال. عايزين واحد جدع بقى كده نفسه كويس فيكم يقول لي انا عندي كذا كذا كذا، انا مش المره دي انا اقول لك انا اللي عندي، انا عندي في الحاله دي كذا 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 ومطلوب مني كذا. مين بقى حلو كده يقول لي؟ انا عندي الواي وعندي البي اجيب منها بقى اني واي، عندي واي واحد واي واحد وعندي اعرف بي هجيب منها كيو وعندي بي 2 اعرف احسب كيو 2 تمام. ها بعد كده احسب الاي واحد هي بتساوي اي اتنين برضك تمام. اي واحد احسبها منين؟ عشان زمايلك معادله الانرجي، معادله الانرجي تمام. واي اتنين هي نفسها هي خلاص عرفناها. ها العب بالراجع، معادله الانرجي بالراجع بقى بالسولفر عشان اجيب مين؟ واي اتنين. يعني بالراجع يعني اي اتنين اللي انا عارفها تساوي واي اتنين اللي انا ما اعرفهاش زائد ها كي واحد ولا كيو اتنين، بص على الجراف وما تحفظش اهي النقطة دي، هي دي اللي هتجيب لك واي 2 يبقى كيو 2 سكوير تمام. بس كده وتعمل ايه السولفر بتاعك على 2 جي واي 2 بس كده شوف. طيب وادي الكلام اللي انا بقوله اهو، واي 2 طلعت 2.4 اللي فيه كان فاكر الرقم واي 1 ده كان 2.5، ده كان 2.5 وده 2.4، يعني حصل ايه دروب في سطح الميه 0.1 10 سم. طيب دي الرسمه اهي بيوري لك يعني ان حصل دروب في سطح الميه في الاليفيشن، وادي البلان. اخر حاجه بقى اخر حاله يا شباب، البي 2 قال لك انا هاخد البي مينيمم دي، ده هو قايل في راس السؤال كده، وهيقللها 10 سم. يبقى دي الحاله ان فيها بي 2 اقل من البي مينيمم. ابقى عارف ان انا في الحاله الثالثه اللي هيحصل فيها هيدنج اب، اللي هيحصل فيها واي واحد داش، اللي هيحصل فيها اي واحد داش تمام. احنا مش داخلين بقى يعني معلش يعني مش داخل انت لسه بقى تفكر اللي بيحصل، واخد بالك؟ احنا عارفين ان الحاله دي هي اللي ايه اصعبهم يعني. وادي الرسمه بتاعتها هنا، لا ده دي المعادلات باركن انا اركن الكلام ده كله، اللي فين بقى طريقتي خلاص اقوم حاطط الرسمه قدامي والعب معاها. لعبه حلوه قوي تعملها انت، احسن حاجه تعمل ايه تقوم ماسك لك كده حد من زمايلك اللي هم ما سمعوش الكلام ولا كده وتقوم تقول له تعالى نشوف اشرح لك الدرس ده، هيلزق في دماغك كمان وكمان وتلاقي العمليه ايه مش محتاجه مجهود منك يعني. طيب واي واحد معلومه، انا بقى اشتغل المساله دي لان شكلكم تعبتوا بقى خالص في الاخر. واي واحد معروفه اللي هي كانت 2.5 حلو. وبعدين الكيرف الازرق اللي هو كي واحد، كي واحد معروفه دي بتاعت زمان خالص اللي هي هنا دي بسيطة، كان عندنا العرض اللي هو بي واحد وكده اقدر احسب ايه كي واحد مرة. المرة دي بقى بي اتنين عندنا ما فيهاش لعب زي البي مينيمم، عندنا فين واحد بس يقول لي عندنا فين اهي، اللي هو قال لك ان بي اتنين هتبقى اصغر من المينيمم ببوينت 1 يبقى بي اتنين عندنا، يبقى كمان اقدر اطلع مين كيو اتنين بتاعتها، كيو اتنين اللي انا سميتها كيو اتنين داش داش يعني خلاص دخلنا لقيت داش دي يبقى مشاكل على طول، يبقى كيو على بي اتنين اللي هي كده هتطلع ادي الكيو الكيو 2 داش. حلو ارجع للرسمه بتاعتي اهو حلو، يبقى انت عندك مين بقى؟ عندك دي كلها معروفه بس
كده اظن تقدر بقى تتصرف وزي الفل. وحليناها كذا مره النهارده، واي كريتيكال اجيبها ازاي؟ اهو القانون، جذر التكعيب الكيو مين؟ كيو بتاعتها هي اللي هي كيو 2 داش. جبت الواي كريتيكال يبقى اي مينيمم اي 1 داش اهي هي المينيمم بتاعتها، يعني 1.5 منها، 1.5 من الواي كريتيكال اللي كيو 2 داش. اخر خطوه اقوم لاعب مع لاعب دي، يعني ايه؟ يعني هنا عشان اضمن بقى ان انا ايه امشي وانا مرتاح. ها احط هنا، يلا حد بقى يكمل لنا معنا يختم لنا الموضوع ده. احط هنا اي واحد داش، احط معاها مين عشان اجيب الواي واحد داش؟ بص على النقطه وانت هتتكلم. كي واحد، ها ايوه كي واحد، ومعاها طبعا الدبس مين اللي هو واي واحد داش، ومعانا هنا واي واحد داش سولفر. سولفر تقوم مطلعها تشيك ليك ان هي لازم تطلع اكتر من 2.5، وما بتطلعش فرق كبير قوي، يعني الهيدنج اب ده ممكن 10 20 30 سنتي، لكن مش فرق مثلا هيطلع متر. ده لو مترين فاهمين، فاكرين قبل البريك قلنا الهيدنج اب ده يعني المايه بتبقى كده، وادي البرم اهو وبيوت ومزارع ومش عارف ايه. فطبعا عشان يحصل زياده هنا يعني ده اكتر من الفيضان بقى كمان. لا فطبعا يعني بيبقى الزياده محسوبه او المعروف يعني متوقع ان هي تبقى اقل من الايه، من المسافه دي اللي فيكم فاكرها كان اسمها الفري بورد، ممكن تبقى 50 سنتي او اقل او اكتر شويه. بس فعلا العموم كده يا شباب اعتقد كده خلصنا، دي كده خلصنا المحاضره الحمد لله بفضل الله. ولو في اي تساؤل يعني انا معاكم الفتره دي، وان شاء الله موفقين باذن الله. بس يا ريت يا ريت يعني تجمع نفسك في المحاضره دي وتحضر بقى سكشنك الاسبوع ده، يبقى جميل جدا، هيحلل لكم اربع مسائل من الثمانيه، يعني الباقي هيبقى ايه بالنسبه لك تدريب كويس. ولو في اي مشاكل ممكن ترجع لاخواتك المعيدين او ترجع لنا باذن الله. ولو في اي سؤال دلوقتي وان شاء الله يعني باذن الله نشوفكم على خير بقى مع بعد الدكتور امام كده باذن الله لما يخلص الجزء بتاعه ان شاء الله. اللي عايز اي اسئله انا معاك. لو سمحت يا دكتور، الشيت موجود؟ الشيت لسه ما نزلش على السيستم عندك؟ حاضر لو لسه حاضر هنكلم الدكتوره شازي على طول وننزله لك باذن الله. باذن الله ان شاء الله. انا بعته لكل الطلبة على الجروب بتاعنا. معايا المندوب؟ يا دكتور انا بعته للطلبة. طيب لا زميلك المندوب يعني بيقول ان هو بعته للطلبة كلها. طيب عظيم، كتر خيرك، تسلم. اللي فيكم يعني حابب الموضوع يفتح الشيت بتاع يقدر يشتغل في رقم واحد واثنين والواحد وكده، الموضوع زي ما انت شايف يعني موضوع بسيط جميل، يعني تبص في المثالين وربنا يسهل ان شاء الله. انا معاكم لو اي سؤال يا شباب.